قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. Are you ready? Okay. Kate. Walk. Sonar. Five. Go, go, go. مساء الخير لكل المصريين والمصريات في كل مكان. اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما. النهارده معدنا مع المحاضره الخامسه لكورسنا كورس السونار للدمار الشامل. النهارده يعني محاضره في غايه الاهميه، عشان فيها اكتر من 80 خصار هنعرفهم. في حاجات فيه اوريدي عرفناهم والاكثريه لسه ما عرفناهمش، فمحتاجين تركيز عالي جدا. اولا يعني المحاضره النهارده هتنقسم الى اولا اول جزء هيبقى خاص بالاسئله اللي وردت الينا، تاني جزء هيبقى خاص بالخسارات اللي احنا خدناها والخسارات الجديده، تالت جزء هيكون خاص بالحركه والتضليل، رابع جزء هيكون خاص بسكريبتات الجوس حاجه معينه هنشوفها، وخامس جزء لو اتبقى وقت هنتكلم عن التيمبو والمترونوم ان شاء الله حتى بالوقت. لو خلصنا الخمس اجزاء دول يبقى احنا كده خلصنا 25 او 30% من الكورس بتاعنا. بعد كده المرحله الجديده هتبقى الايديتنج، ازاي يعني المحاضره ان شاء الله المحاضره السادسه هنتعلم يعني بدايتنا بقى مع الايديتنج، التحرير او ان انا يعني اعمل شغلي بقى. وبعديها هناخد الايفكتات، وبعدها ان شاء الله نتكلم عن الميدي. تمام، ده ان شاء الله البلان بتاعت الكورس بتاعتنا. دايما قلنا الكورس هيبقى حوالي 15 ل 20 محاضره على حسب، يعني لان فعلا احنا مش بنطور في الحاجه، لكن والله هو برنامج كبير جدا جدا وضخم جدا. طيب اول حاجه نجاوب على الاسئله، نبدا على بركه الله. الاوتوميشن عايزين نراجع عليها كده بشكل سريع، لان برضو ايه في ناس ربما لسه مستصعب الموضوع، لو انا شايف ان انا شرحته بشكل يعني مفصل احنا هنلخصه دلوقتي. لو انا عايز اتحكم في تراك عاليه واوطيه يبقى ستيبل، يبقى ثابت، تمام، فهروح عنده عليه زي ما احنا عرفنا. لكن لو انا عايز اعلي بقى واوطي تراك يفضل يعلى يوطى ويوطى في الحته دي ويعلى في الحته دي، وسمع لي مين تيجي في الحته دي وسمع الشمال تيجي في الحته دي، وحطينا لكم يعني اغنيه تامر حسني اللي هو كان بيقول تي را 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 تي را 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 تي را 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 تي را 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 تي را 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 تي را 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 را. تمام، الحته دي كانت سماعات، لو انتوا لابسين سماعات ودان هتلاقوا ان مهندس الصوت كان عمال ايه بيرقص الصوت كده بين سماعه يمين وسماعه شمال عمال يحركه. هو ده بالضبط الاوتوميشن. تمام، موجود في البروت وولد، موجود في اللوجيك، موجود في كل برامج الهندسه الصوتيه والمالتي تراك. طيب ده بالنسبه للاوتوميشن. طيب ده الفكره بتاعته نعمله ازاي. عندي اتنين، عندي اوتوميشن ريد واوتوميشن رايت. الاوتوميشن رايت بيبقى اون او اوف. لو اون هيبدا يسجل الحركات اللي انت بتعملها، امتى بتعلي، امتى بتوطي، امتى بيجيب السماعة يمين، امتى بيجيب السماعة شمال، بيحفظ لك الكلام ده كله. وبعد ما بتخلص شغلك بتعمله اوف، عشان لو ما عملتوش اوف هيبدا يحفظ لك كل حاجه هتعملها على التراك ده. تمام، فبالتالي انت بتعمله اون بتعمل شغلك، وبعد كده بتعمله اوف. اللي جنبه بقى اوتوميشن ريد، لو اون هيقول لك اللي انت عملته بالاوتوميشن اعرضه ولا ما اعرضوش، ده الريد يشغله ولا ما يشغلوش، اللي هو نذيع ولا ما نذيعش يعني بالبلدي. فلو الريد اون يبقى الاوتوميشن ده هيذاع هيتعرض، لو اوف يبقى انت موجود اه بس مش بيتعرض. ده الفرق بين الريد وبين الرايت. الاوتوميشن ميوت دي حاجه ثالثه، برضو بتبقى اون او اوف في اخر تراك دي، عشان يقول لك الميوت احفظه كاوتوميشن ولا ما احفظوش، يعني اخد الميوت معايا لما تعمل ميوت لتراك اخده معايا ولا ما اخدوش. ده السؤال، ده دي الفكره بتاعته. طيب حد يقول لي طب انا هعمل ميوت للتراكات ليه، ما انا ممكن ابدا اوطيه عشان يبقى فيه زي فيد ان وفيد اوت افضل من انا اعمل ميوت مره واحده. اقول لك ماشي، بس في بعض الناس بتستخدمه، يعني مثلا انت عندك بعض التراكات مثلا لو عايز تعمل افكت ان انت تقطع الصوت زي كده كده بتقطع الصوت، بتعمل ميوت ان ميوت ميوت ان ميوت بيعمل لك التقطيع دي، ماشي، ممكن تحفظها في الاوتوميشن وتعملها بالطريقه دي. تمام، بالميوت بتعمل ميوت كمان اون بقى زياده، بتعمل الخيار الثالث اللي هو ميوت اون لو انت عايز تدخل معاك الميوت في الاوتوميشن. ده كده اختصار للموضوع، نكمل. سكريبتات الاف ال ستوديو، والله يا شباب انا كده حد بيسالني، والله انا يعني الموضوع انا سبته للشباب وخدت وعود، وفي النهايه باخد بومب بصراحه، كل حد يوعدني ويديني بومب في الاخر. ف
فانا مش عارف اعمل ايه. يعني كانوا قالوا المشكله في الاول هولس بوك كليكر ومش عارف ايه، وازاي عملنا الهولس بوك كليكر وشرحناه. وانا شخصيا بستخدمه، استخدمته في عملت فيه سكريبتات البيانو فيرتشوال بيانو، وعملت بيه سكريبتات قبل كده للشغل بتاع الكول سنتر بتاعي، يعني مش اول مره اعمل بيه سكريبتات والموضوع سهل. مشكلتي معاه دلوقتي بحد مبصر والشاشه بتاعتي فيها مشكله، كنت اتكلمت في الموضوع ده وسبت الموضوع للشباب، وفي النهايه ما حدش للاسف عمل حاجه. ففي النهايه انا يعني ان شاء الله بعد ما اخلص كورس السونار هبدا افول الاف ال استوديو، طب ما فيش حاجه تانية غير كده للاسف الشديد. وده ما احنا شفنا في سيبيريس، احنا علمنا على دراكولا بتاع سيبيريس، علمنا عليه بالقوي زي ما بيقولوا، وفي السونار دراكولا بتاع سونار بيتعلم عليه دلوقتي، بيتعلم عليه احلى شغل. وكمان بقى الاف ال استوديو هيجي له يوم دراكولا بتاعه هيتعمل معاه جولاش. تمام. طيب ده بالنسبه للسكريبتات الاف ال استوديو. اللي بعده اولا الفروت لوبس لما بيسطب معاه الاي سي يو 4 اول. يعني في ناس قالت لي ايه، قالت لي انا دخلت في البروجرام اند فيتشر لقيت ان الاي سي يو 4 ده عندي، جه منين؟ لو انت مسطب الفروتي لوبس او الاف ال ستوديو، الفروتي لوبس ستوديو او الاف ال ستوديو، هتلاقي ايه نازل لك معاه الاي سي يو 4 اول باي ديفولت، بيسطب معاه البرنامج. فلو انت عندك هتلاقي الاي سي يو 4 اول، فمش محتاج ان انت تسطبه تاني، خلاص هو كده كده عندك. خش بقى اختاره من السونار وتعايش يعني. تمام. في بعض البرامج تانية بتسطبه بس هو اشهرهم الاف ال ستوديو. لو لقيته عندك خلاص مش محتاج ان انت تسطب الاي سي يو 4 اول تاني. طيب ملحوظه ثانيه، هل لو انا معايا كارت ام اوديو اسطب الاي سي 4 اول؟ لا، هيعمل لك مشكله شنيعه. لان هو طب حد يقول لي طب الام اوديو اصلا فيه اسيو؟ هقول لك بالظبط، الام اوديو ده نوع من الكروت، بدايه الكروت الاحترافيه فيه طبعا اسيو، بس يفضل انك تسطب الاي سي بتاعه هو مش الاي سي 4 اول. الاي سي 4 اول ده الكروت اللي هي الريال تيك والكروت التعبانه دي، انما الام اوديو اصلا بيجي معاه تداهيه فيها الاسيو، فسطب الاي سي بتاعها. لانك لو سطبت الاي سي 4 اول مع الام اوديو هيطلع لك وش وهيطلع لك صوت سيء جدا للغايه. فلازم تسطب الاي سي بتاع الثدائيه بتاعتك بتاع الام اوديو لو انت عندك الكارت ده ام اوديو او اي كارت شبيه بالام اوديو في الاي سي باي ديفولت. انما ريال تك لينا احنا ككل بنستخدم الاي سي 4 اول عادي جدا، وبيشتغل معانا بجوده قويه جدا زي ما جربناه في المحاضره الثانيه. في ملف دوت ريك كنا نشرناه في المحاضره الثانيه اللي هو ملف اسمه سيتنج باي كمال ياسر دوت ريك. انا هقول لك يعني نصيحتي ليك تمسح منه سطر لو انت عايز تستخدمه. هو بيعمل اربع مهام، المهام الاولى بيشيل لك الكويك ستارت، الثانيه بيشيل لك الاكس راي، الثالثه بيشيل لك السكان ان هو يعمل سكاننج للبي اس تي، اتكلمنا عنهم بالتفصيل في المحاضره الثانيه. الرابعه بقى ان هو بيختار لك الام ام اي اي الام ام اي 32، وده انا عايزك تشيل السطر ده لان هو ده بيعمل مشاكل عويصه مع بعض الاجهزه. ماشي، لازم تغير الام ام اي دول، الام ام اي 32 ده من جوه الاوديو، اتكلمنا عنه بالتفصيل في المحاضره الثانيه، مش هنكرر الكلام. قلنا ازاي تختار الام ام اي 32 اوديو وازاي تختار الاي سي يو، اتكلمنا عنها بالتفصيل في محاضره ثانيه. فاختارها بشكل يدوي، وبعد ما تختارها لازم يعمل ويب بروفايلر. انما الام ام اي ما بيعملش ويب بروفايلر، اللي هو الملف اللي احنا مدينينه لحضرتك الاوديو تريك. فاشيل السطر ده، نشيله ازاي؟ تعال نروح كده للملف. نختار هنا تمام. سيتنج باي كمال ياسر، هضغط عليها ابلكيشن واختار من هنا ايديت، مش هضغط عليها اوكي، يعني لو ضغطت انتر عليها على طول اهو بيقول لي ريجستري اديتور، وفي ايه او هختار هنا نو. لا انا مش هعمل كده، انا هعمل بقى طالما ادخل على الملف هقف عليه وهعمل كليك يمين او ابلكيشن واختار حاجه اسمها ايديت ايديت اهي لقيتها كده، وركب لي ملف بالنوت باد مفتوح قدامي كده، النوت باد مفتوح قدامي ملف نصي عادي. لا اول سطر ده المسار بتاع السونار، سيبه زي ما هو المسار بجوه الريجستري بتاع ويندوز. دي الكويك ستارت تخليها 0 كل القيم 0 مظبوط، دي خليها زي ما هي عشان يشيل لك الكويك ستارت. والاكس راي هنا برضو 0 لو انت عايز تخليها بالمناسبه اون بتروح لاخر 0 وبتخليه 1، بتغير القيمه الصفر بتخليها 1. يعني عايز تشغل الكويك ستارت مثلا، يعني عايز تشغلها هنا بالمناسبه، يعني دي معلومه كده على جنب اهو، بتروح لاخر زيرو بتدوس انت وبتمشي سهم يمين لاخر زيرو وبتغيره وبتخليه واحد كده هيشغلها لك. لو دوست على ملف تاني هيشغل لك الايه الكويك ستارت، فخليها كلها اصفار زي ما هي. الكويك ستارت هي اصفار والاكس راي كلها اصفار، ودي كلها برضو 0 لو عايز تشغلها زي ما قلنا بتشيل اخر صفر وبتحط بدل واحد. السطر الرابع ده بقى اللي هو اوله كور، ده اللي همسحه وهدوس هوم عليه وشيفت انت وديليت كده خلاص اتمسح اهو. كده اخر سطر عندي بقى الاسكان، وهعمل كنترول اس
كنترول اس عشان احفظ. لازم ادوس على كنترول اس يا شباب، مهمه. كنترول اف اس عشان احفظ الملف، وادي الت اف 4 بس كده. كده انا حفظته. هيعمل لي ثلاث مهام. المهمه الرابعه دي اعملها بشكل يدوي عشان الملف ده بيعمل مشاكل في السطر الرابع ده، بيعمل مشاكل مع كثيرا من الناس، فخلي بالكم منه يا شباب. ماشي، بصراحه معايا اشتغل، بس مع ناس ثانيه قالت ان هو مش شغال وبيعمل مشاكل وكده. فالسطر الرابع شيله من الملف ده، ما وريت حضرتك كده، واشتغل بيه بالثلاث خصائص دول، الكويك ستارت والاكس راي والسكان للبي اس تي. عايز تعملهم بقى كلهم بشكل يدوي، شرحناهم في المحاضره الثانيه بالتفصيل. ماشي، كل الخصائص دي. طيب مشاكل الساوند كارد، كروت الصوت. بعض الناس لما جت تفتح السونار لاول مره قال لها ان في مشكله في كارت الصوت، وقال لها كونتينيو اني واي ولا كلوز. بتختار كونتينيو اني واي، يعني استمر على اي حال. بعديها بتخش تظبط اعدادات كارت الصوت، زي ما شرحناها في المحاضره الثانيه. ما تندعكش من الرساله دي، فكك منها زي ما بيقولوا. خش الت او وبعدين حرف يو، وخش بقى ظبط الاعدادات. اختار الام ام اي اوديو او اس يو، شرحنا الفرق بينهم وازاي نستخدمهم، شرحناهم. فالرساله اللي بتطلع دي ما تندعكش منها، انت ظبطت يعني اعدادات كارت الصوت يدويا من الاوديو دي. هو هيعمل بقى ويب بروفايلر جديد على الام ام اي ده او الاس يو لو انت مسطب الاس يو فور اول، او عندك اس يو اوريدي في الام اوديو، ويبدا يتعامل معاك بشكل طبيعي. فما تندعكش من الرساله دي، تضغط على كونتينيو اني واي. ماشي، وبعدين تخش قائمه اوبشن وبعدين اوديو فيديو، ومنها تضبط على كارت الصوت من قائمه او من التابه بتاعت ادفانس او اللي هي المتقدم. طيب اللي بعده جالي سؤال في منتهى الروعه ومنتهى الذكاء. لو انا عايز اسجل صوتي على تراك، انا راجل دلوقتي بعمل شرح، بعمل ايه شرح، عايز اسجل صوتي على تراك واسجل الجوز على تراك تاني، ممكن؟ ممكن، ممكن جدا. طب ازاي؟ قبل ما اقول لك ازاي، ايه الاستفاده اللي ممكن استفادها؟ اولا لو انا عايز اعمل الجوز تمايل سماعه، الجوز يبقى مسمع في اليمين اكتر وصوتي مسمع في السماعه الشمال اكتر مثلا، او عايز اعمل افكت على صوتي او على صوت الجوز، اعملها ازاي؟ دلوقتي لو انا سجلت بالساوند بورش صوتي وصوت الجوز بتراك واحد، الساوند بورش يعني بيسجل، مفيش مالتي تراك، بيسجل كله على تراك واحد، على كانه ملف واحد، فبياخد صوتي وصوت الجوز مع بعض. لو جيت حطيت ايكو صوتي وصوت الجوز هيبقى عليه ايكو، جيت حطيت ريفيرب صوتي وصوت الجوز هيبقى عليه ريفيرب، جيت عملت بطأت يعني عملت لعبت في البيتش، تخنت صوتي وصوت الجوز ايه هيتخن برضه. لكن لما اعمل صوتي على تراك وصوت الجوز على تراك، هقدر اتحكم في كل واحد على حده، هقدر اتحكم في صوتي على حده على تراكي، وتراك الجوز اتحكم فيه على حده. طيب اقدر احط يعني انا مثلا عايز اعمل شرح بصوت دراكولا، مثلا عايز اعمل شرح بصوت دراكولا، لو انا سجلت بالسونار سوري بساوند بورش او بجولد ويف، عادي هياخد صوتي وصوت الجوز. لو جيت حطيت الافكت بتاع البيتش هيحط لك على صوتك وصوت الجوز كمان، صوت الجوز هيبدا يتغير. لكن هنا لو انا جيت عملت كل صوت يعني صوتي على تراك والجوز على تراك، هقدر العب في كل صوت على حده، احط افكت على صوتي، افكت على صوت الجوز، نلعب في التعيل، اعلي صوت اوطي اعلي صوتي اوطي صوتي، اعلي جوز اوطي صوت الجوز اللي هو كلام تسجيله، اقدر العب في الحوار ده. طيب كده شفنا اهميتها، ازاي اقدر اعملها؟ ازاي اقدر اعملها؟ ركزوا معايا يا شباب، هنعمل تراكين اوديو، هنعمل تراكين اوديو. واحد هخلي الانبوت بتاعه مايك بس، والتاني هخلي الانبوت بتاعه استيريو ميكس بس. الاول هخلي الانبوت بتاعه ياخد منين؟ من المايك، اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت بالتفصيل. والتراك التاني هخليه استيريو ميكس، وهعمل ارم للاثنين مش الواحد. لو عملت ارم الواحد هياخد لك حاجه واحده بس، انا هعمل ارم هنا للاثنين، للتراكين مع بعض. هروح للتراك الاول وادوس عليه كنترول وسمي كولن، والتراك التاني كنترول وسمي كولن، وهعمل ار بس. بس كده شكرا، تعايش بقى. عايز تقفل النترونوم عشان ما يتصدعكش وانت بتسجل معاك ومع جوس، عرفنا نقفل برضو المترونوم منين، هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله النهارده او بكره او المحاضره اللي جايه. ولكن يعني كله متاح ان انت تسجل صوتك صوت الجوس ويطلع زي ما انت حابب بالظبط، وبعد كده تعمل لهم ميكس، تحط افكت على صوتك، صوت على افكت صوت الجوس، ايا كان. طيب ده كده بالنسبه للسؤال ده، اتمنى الفكره تبقى واضحه. الحاجه الثابته خليها دلوقتي هنا كده. طيب حاجتين هنقولهم نقفل الملف ده خلاص، يبقى خلصناه. حد قال لي انا جي سونار عندي في مشكله مش عايز يتسطب. طيب انا حطيت لحضرتك ملف يعني دوت زد اي بي، ده ملف مضغوط، تفك الضغط عنه وتاخد الحاجات اللي جواه وتنقلها في مطار الجوز اللي احنا عارفينه، اللي هو فين؟ اللي هو سي يوزر، اسم المستخدم، ابديتا، رومينج، فريدم ساينتفك، جوز، اصدار الجوز اللي عندك 18 17 16 ايا كان، بعد كده سيتنج، بعد كده انيو، بعد كده هنا بتعمل بيست. لو انيو ده لو انجليزي، ديو لو دويتش، معرفش لو فرنساوي يبقى اسمه فروي باين، او معرفش بقى فرنسيز ايا كان يعني.
بتعمل له بيست هنا بدل انيو، يعني انه ده بالانجليزي ودويو بالدويتش الالماني واي لغه ايا يعني كانت بتعمل له بيست هنا بس للمحتوى بتاع الجيسون ار بعد ما تفك ضغط عنه، مش تاخد الملف دوت زيب وتروح ان حضرتك ايه تعمل له بيست على طول، لا لازم تفك الضغط عنه بابلكيشن وتعمل له اكستراكت هير، تاخد الملفات اللي نتجت بعد فك الضغط وتوديها لمسار الجوس. ده لو انت عندك مشكله في تسطيب الجيسون ار، لكن لو ما عندكش المشكله تعامل مع الملف التسطيبي للجيسون ار لانه افضل. الملف التسطيبي بتاع الجيسون ار اللي هو كان مرفق مع البرنامج ده افضل من الملف اللي هو كوبي بيست. كوبي بيست ده بس في حاله ان انت عندك ايه مشكله لا قدر الله. طيب اخر سؤال عشان نبدا بقى كلامنا عن المحاضره بتاعتنا كده، خلصنا اول جزء يعني. طيب حد قال لي انا في البان في البان في البانينج بتحكم بالجيم مودال صح؟ تمام السماعات. هقول لك اه. هيقول لي طيب الجيم مودال بيحركني 9 مره واحده، 9 يعني درجات من المية، انا عايز اتحرك على درجه درجه او درجتين درجتين، اعمل ايه؟ هقول لك كده تعالى نفتح سونار اهو قدامنا. سونار 8.5 بروسيسور. ماشي. No project opened. هفتح بروجكت. عفوا هعمل Alt F. Menu file. وهعمل N. Leaving menus. New project file dialog. Name characters. سونار. S O N A R. خمسة. Space. Space. R. R. Four. سونار 4 وخلاص. سونار 44. هيوم 44 كده. Location. Dot 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 button. Store project audio in its own folder. Check box check. Alt list. Template colon list box. Normal 8 of E. Length left pair. Okay but space. Okay. كده اخترت هنا ايه. Okay. طيب كده عندي كام تراك؟ ما عنديش حاجه. هضيفهم ازاي؟ ابلكيشن. انا هنا هضيف 40 تراك، 30 اوديو و10 ميدي. ليه؟ عشان يعني هنشوف يعني موضوع التحكم في التمايل السماعات او في النتب، وبعدين هنبدا نتكلم عن خصائص التراكات بس بشكل مختلف او اختصارات جديده يعني. فهنا اختار هنا track count colon edit 30 30 انا كنت بجرب بروجكت قبل المحاضره، فهنا 30 زي ما انا كنت كاتب. track count colon edit comma 1 dash mic track count colon edit 10 وهنا 10 يعني 30 اوديو 10 ميدي دايما كنت اعملهم في البروجكت السابق يعني قبل ما ابدا المحاضره. send colon okay button okay. هنا بياخد لك كده بتاع كام ثانيه على ما بيبدا يضيف التراكات، بنسيبه كده عشان ما يهنكش حتى برضو امكانيات الجهاز وحتى يعني كارت الصوت. هتبدا تدينا على F6. سونار 44.CWB star dash track A 39 track 40. انا كده عندي التراكات. 1 طيب هروح بقى للبن، ادي كنترول شيفت وبي تقيله. Pan C. هنا قال لي C. Pan. اضغط عليها مرتين رحت لها. It will equal trim equals 0.0 can equals 0%. طيب هتقول كده جيم موديل ادي لي اختلال. Pan equals 7% R. نط 7% على طول رايت. طب ده التاني. Pan equals 13% R. نط 6% زياده. طب عايز اتحكم بقى في نسب اقل. دي انا قلت جيم موديل. طيب عندك بقى يساوي وناقص اللي هما بعد الصفر، يعني انت عندك السطر اللي هو في كيو دبليو اي ار تي ده سطر الكتابه اللي هو ده صاد س ك ف، فوقيه بقى 1 2 3 صح، بعد الصفر في ايه ناقص ويساوي صح ولا انا غلطان؟ هما دول. تدوس كده يساوي كده خلاها 15 يساوي 16 18 20 22 22 بيزيد لك يا درجه درجتين، الناقص عكسه بس كده. اللي انا عايز اوصله لحضرتك ان اليساوي والناقص بيحركوا ده جيم ودال بس بنسب اقل من الجيم ودال، بس دي المفروض انا حبيت اقولها لحضرتك. اليساوي والناقص بيحركوك زائد وناقص، يساوي بيزود وناقص بينقص زي الجيم ودال بس بنسب اقل من الجيم ودال لنفس العنصر اللي انت واقف عليه. ماشي؟ قيس على كده بقى بكل حاجه ثانيه غير البان. ماشي كده؟ طيب دي الملحوظه، قلنا كده شيت ونار. ماشي نبدا بقى كلامنا على بركه الله في ال الاختصارات بتاعتنا. الواحد يفتح الملف كمبيوتر كده خلصنا اول جزئيه، ننقل للجزئيه الثانيه. اسلب بير لوكال اسلب اسلب كمبيوتر ايتم فيو مالتي اي ايتم فيو اس بي سي نيو فول شيل فولدر فيو سب سب سونار سب 5 سب ريكورد سب. هنا هتلاقي معاك في المرفقات هتلاقي ثلاث حاجات. نوت سيلكت ميترونوم 12 سلاش ميترونوم امبورت ميترونوم ده هنتكلم عنه باذن الله في اخر محاضره النهارده او المحاضره اللي جايه على حسب. امبورتنت شورت كات فور سونار بارت 1 دوت دوت امبورتنت شورت كات فور سونار بارت 1 ده انا كتبته لحضرتك الحمد لله في تمارين اختصار. Sonar 8.51 scripts dot zip. وده ملف دوت زيب زد اي بي ده تفك ضغط عنه، وده اللي قلنا عليه بتاع جي سونار تسطبه بالطريقه دي او تكبيره بالطريقه دي لو هو مش عايز يسطب عندك. طيب انت كده هفتح الملف important اللي هو short. ملف النص اللي هو امبورتنت ده ملف Standard. نصي important. ركز بقى معايا عشان عايزين تركيز عالي. ركز معايا قوي 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 قوي، المحاضره دي في غايه الاهميه. ركز معايا. Control name. نيم في اختصارات اصلا محدش يعرفها فعلا، يعني انت لو رجعت يعني سألت اي حد في اختصارات انا هقولها النهارده يعني اتقل حد فيها ممكن هتلاقيه مش عارفها. انا عارف ان انا بقول لك ايه كويس قوي، في اختصارات ناس مش عارفاها كتير مش قليلين، وفي في دراكولات ما يعرفوش اختصارات دي. انا دايما بقول لك انا عارف انا بقول ايه كويس، فركز معايا بقى قوي، طبطق لي ودنك كده وطبطق لي مخك ونبدا.
على بركة الله. نيم. انا عندي عشان اروح لاسم التراك اعرفه الاول بايه؟ كنترول بلس شيفت بلس ان. انا معتمهم لك سكشن، كل سكشن بيعمل حاجه معينه، معتمهم لك ايه بطريقه معينه كده عشان يبقى في تتابع في التركيز وتتابع في الخصائص. انا متعمد ان انا ارتبهم بالترتيب ده، اتوقع ان هو هيكون سهل. احنا بنلعب هنا على عنصر الذاكره وعنصر التركيز. النيم، نيم بايه؟ كنترول بلس شيفت بلس ان. كنترول شيفت ان بيعمل ايه؟ بيقول لي اسم التراك الحالي، بضغط عليها مرتين بيوديني عند الخانه اللي فيها اسم التراك، صح وانا غلطان؟ صح، جربناها بالتفصيل. الحاجات اللي احنا جربناها هقولها بس وهعديها، اللي احنا ما جربناش بقى هنبدا نجرب فيها عملي. اللي بعده باد، عشان لو حد بيسمعنا ارجع للمحاضرات الاربع محاضرات السابقه وهتلاقي فيها الكلام ده متجرب يعني. فوليوم، الفوليوم كنترول شيفت بلس في، كنترول شيفت في مره بيقول لي الفوليوم على كام للتراك الحالي، بضغط عليه مرتين بيوديني عند الخانه بتاعه الفوليوم للتراك الحالي. باد، اللي بعده تريم، تريم اللي هو الجيم بتاع المايك. كنترول بلس شيفت بلس ام، كنترول شيفت ام مره بيقول لك التريم قد ايه، مره ثانيه بيوديك عندها عشان تغيرها بانتر او جي موديل او يساوي وناقص، كل الخيارات دي هذا النمط يعني. البان اللي هو تمايل السماعات. كنترول بلس شيفت بلس بي، كنترول شيفت بي مره بيقول لك التمايل ليفت ولا وليفت بقد ايه، وار ار بقد ايه يعني يمين ولا شمال، ولا سنتر سي يعني سي ده خلاص الوزير يعني. افكت، كنترول بلس شيفت بلس اف، كنترول شيفت اف مره هيقول لك الافكتات المضافه للتراك ومره يوديك عندها. انت ليف اللي هو بيخليه مونو او ستيريو. كنترول بلس شيفت بلس ال، كنترول شيفت ال مره هيقول لك اذا كان التراك بتاعك مونو ولا ستيريو، تضغط عليها مرتين ورا بعض هيخلي لك ستيريو، تضغط مرتين تاني ورا بعض يخلي لك ايه مونو. كنترول شيفت ال انت ليف. نكمل. انبوت ديفايس، انبوت ديفايس المداخل او الحاجه اللي بيسجل منها التراك، كل تراك على حده. كنترول بلس شيفت بلس اي، كنترول شيفت اي مره هيقول لك الانبوت ديفايس بتاعك ايه، مره تانية هيوديك عندها مرتين بسرعه يعني. اوتبوت ديفايس، اوتبوت ديفايس كنترول بلس شيفت بلس او، كنترول شيفت او هيقول لك المخرج بتاعك ايه، كارت الصوت ريالتك ولا باصات ولا كارت صوت تاني، لو انت عندك كارتين صوت او عندك سماعي يو اس بي. دي يقول لك مره بكنترول شيفت او ومره ثانيه تضغط عليها مرتين يعني اقصد يوديك ايه عندها. طيب اللي فات ده كان مره بتضغط عليها يقول لك القيمه او الحاجه ومره ثانيه يوديك ايه عندها لو ضغطت عليها مرتين بسرعه. اللي جاي ده بقى ملوش غير مره واحده، ما ينفعش تضغط عليه مرتين مش هيديك حاجه لو ضغطت عليه مرتين. ده ايه بقى؟ سولو اناونس اونلي، سولو اناونس اونلي. اول ما تسمع اناونس اونلي يعني للتنبيه فقط، للتنبيه فقط. السولو لو انت عامل سولو للتراك او مفيش، تعالى كده نشوف الاختيار بتاعها ايه. كنترول بلس شيفت بلس سلاش، كنترول شيفت سلاش، كنترول شيفت سلاش دي لو ضغطت عليها لو مفيش تراكات سولو هيقول لك ان مفيش تراكات سولو، لو في هيقول لك اه في وهما كذا 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 يعني، يا اما هيقول لك مفيش يا اما هيقول لك اه في والتراكات السولو عندك كذا كذا. لو ضغطت عليها مرتين مش هيعمل حاجه. ده اناونس اونلي. نكمل. برضه ميوتد اناونس اونلي، ميوتد نفس الحوار، كنترول وشيفت ونقطه. الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل يا شباب، انا براجع معاك بس الاختيارات كده بترتيب معين عشان نحفظه. الميوت برضه بكنترول وشيفت ونقطه بقى، كنترول شيفت ونقطه. لو دوست عليها لو في ميوت هيقول لك مفيش، هيقول لك مفيش. لو في هيقول لك اه في والله بتراك كذا وكذا معمولهم ميوت او من كذا لكذا. نكمل. كنترول بلس شيفت بلس، خلاص قلنا كنترول شيفت بلس هنا نقطه بس مش منطوقه عشان علامات الترقيم في شوت انا مخليها ايه ما تتنطقش اهي، هي نقطه. نكمل. سيلكت اناونس اونلي، كنترول بلس شيفت بلس سيلكتد اناونس اونلي. لو انا عايز اعرف انا معلم على ايه، سواء تراكات او سواء اجزاء من تراكات، عايز اعرف السيلكشن بتاعي عموما منين. كنترول شيفت كوما، كنترول شيفت وكوما، ماشي كنترول شيفت كوما. نكمل. ارم اناونس اونلي، ارم لو انا عايز اعرف برضو في تراكات معموله ارم ولا لا، ولو في ايه هما. كنترول بلس شيفت بلس سيمي كولن، كنترول شيفت سيمي كولن، ماشي نكمل. باد، امبورت ايكو اناونس اونلي، امبورت ايكو اناونس اونلي برضو لو عايز اعرف في تراكات معمولها امبورت ايكو ولا لا، في ولا لا، ولو في ايه هما. كنترول بلس شيفت بلس ابوستروفي، كنترول شيفت ابوستروف. باد، اركايف اناونس اونلي، اركايف عايز اعرف في تراكات معمولها اركايف ولا لا، ولو في ايه هما. كنترول بلس شيفت بلس جراف، كنترول شيفت جراف اللي هي حرف الدال يعني. كده خلصنا سيكشن 1 تمام، سيكشن 1 كده خلصناه. في دراير تاجل، سوري مش تاجل اسف، في دراير اللي بيقول عليها تضغط عليها مره ومرتين يعني، مره يقول لك الاسم ومره ثانيه يوديك عندها. تمام، دول مش هتلاقي فيهم اناونس اونلي. من اول اناونس اونلي اعرف ان ده للتنبيه فقط، ودول تضغط عليه ايه مره واحده، ضغطت عليه مرتين مش هيعمل حاجه زي السولو والميوت والكلام ده. ماشي، اتمنى الفكره تبقى ايه واضحه. نروح دلوقتي السكشن 2، سكشن 1 سكشن 2 كنترول اونلي، ده مع الكنترول بس. اللي فات ده كان مع الكنترول والشيفت، ده مع الكنترول فقط. ايه هو؟ سولو، سولو لو عايز اعمل سولو لتراك. كنترول سلاش بيج 2، كنترول سلاش ده هنا بقى تاجل. هنا ده ايه تاجل؟ تاجل يعني ايه؟ يعني مره
يخليه سولو ومره يخليه ايه ان سولو. اروح على تراك واحد مثلا اخليه سولو بكنترول وسلاش، كنترول وسلاش يعني ايه يخليه ان سولو عكسه تاجل. ماشي. اللي بعده ميوت، اعمل ميوت الدراي بكنترول ونقطه، كنترول ودوت او نقطه برضو تاجل، مره بيخليه ميوت ومره بيخليه ايه ان ميوت بنفس الاختصار. نكمل كنترول بلس سلكت بلس، هي هنا نقطه بس زي ما قلنا عشان علامات الترقيم. كنترول بلس سلكت سلكت، عاد اعلم على تراك او مجموعه تراكات زي ما اتفقنا، اقدر اعمل سولو لتراك او مجموعه، ميوت عن تراك ومجموعه. برضو سلكت برضو نفس الحوار بكنترول وكوما. كنترول بلس اهي كوما لاك. موجوده ايه بس مش هتنطق كوما. كوما كنترول كوما بيعلمني على ايه، على التراك، اقدر اعلم على اللي بعده اروح عنده ادوس عليه كنترول كوما وهكذا وهكذا وهكذا. ماشي. بيعلم لك على التراكات لاك. مره بيعلم ومره برضو بيشيل علامه من تراك، يعني برضو تاجل. اللي بعده ارم تو ريكورد، ارم تو ريكورد عشان تخلي تراك ارم. كنترول بلس سيمي كولن، كنترول سيمي كولن مره بيخليه ارم ومره ثاني بيخليه ان ارم، برضو تاجل. لاند امبورت ايكو عشان تسمع صوتك او وانت بتغني او انت بتنشد. كنترول بلس ابوستروفي لاند، كنترول ابوستروف مره تاجل، مره بيخليه امبورت ايكو اون ومره اوف. اركايف، اركايف كنترول بلس جراف، كنترول جراف يعني كنترول وذال. ماشي. مره بيخليه اركايف مره بيخليه ان اركايف. لاند سكشن 3 كنترول بلس كده خلصنا سكشن 2. ده تاجل، مره بيديك الميزه ومره بيديك عكسها، وتقدر تعمله على كذا تراك، تقدر تخلي كذا تراك ميوت. لو عندك 10 هتخلي 3 ميوت، تروح عند كل تراك وتخليه ميوت ايه على حده. طب في طريقه تخليني نعمل ميوت ثلاث تراكات مره واحده؟ هنتكلم عنها دلوقتي، عشان كده بقول لك ركز معايا. ماشي. امشي معايا واحده واحده. الميوت تقدر تعملها على كذا تراك مع بعض، وتقدر وتاجل التراك اللي مش عايزه تروح حد، وتدوس على ايه على الزرار بتاع الميوت اللي هو كنترول والدوت، هيشيل لك الميوت او هيخليه مره كده ومره كده. ماشي. ده بتكشن 2 3 بقى ده معاك كنترول وشيفت والت واي. هنا تكشن 3 مع الت وكنترول وشيفت واي واي مثلا سكشن 3 كنترول بلس شيفت بلس الت، ده يعني الظاهره الاتيه اللي هي كنترول وشيفت والت. ماشي. مع اي بقى انبوت يعمل لك الانبوت لاج، كنترول بلس شيفت بلس الت بلس اي يعمل لك الانبوت، انبوت ديفايس صح، كنترول شيفت والت واي هيفتح لك لسته فيها الانبوت ديفايسز. اللي بعده لاج اوتبوت، اوتبوت كنترول بلس شيفت بلس الت بلس او، كنترول شيفت الت او يفتح لك لسته فيها الاوتبوت ديفايسز تختار منها لاج. تهرين سكشن 4 الت بلس شيفت، هنا سكشن 4 الت شيفت. ايه بقى الت شيفت ده بيعمل ايه يا عم الحاج؟ ركز بقى معايا كده، هروح للبروجكت اللي انا عملته سوبر 5 سوبر 8.5 هنا لاست فوكس لاست فوكس امبورتنت. هنا انا عندي هعمل هنا اول تراك هعمله سولو سولو، وهعمل التراك الرابع تراك فور سولو سولو. انا رحت عنده ودوست كنترول وسلاش، هروح على التراك الثامن 7 8 برضه هروح بتحرك بتاع من تحت وادوس عليه سولو برضه كنترول وسلاش سولو. تعالى كده بقى نشوف بكنترول وشيفت وسلاش هيقول ايه. سولو تراك 1 4 8 قال لي سولو 1 سولو سوري سولو تراك 1 4 سولو تراك ار 1 4 و8 صح كده؟ قال لك ان انا فعلا عملت سولو ال1 و4 و8. طيب لو انا عايز اشيل سولو من كل التراكات، سواء ركز بقى معايا سواء عامل سولو لتراك واحد او عامل سولو لكل التراكات او عامل سولو لمجموعه من التراكات، ايا كان عامل سولو لتراك واحد او عامل سولو لمجموعه من التراكات او عامل سولو لكل التراكات، عايز اشيله مره واحده بالذي كنت هنا بالت، ادي الت وشيفت وسلاش قال لي ان سولو اول تراكس مره واحده كده. لوك لوك شو هنا بيعمل تيبنج، انا عامله بقى كل دقيقتين بيعمل تيبنج عشان ما يضيعش الداتا بتاعتي. هنا 7 تراك 7 هدوس اف 6 سيلكتد سوبر 44 تراك 8 تراك 8. طيب هروح ثاني اعمل سولو برضو او مش بتقوله بقى، هعمل على الميوت، هجرب على الميوت دلوقتي. يعني انت عامل يعني 3 تراك 3 2 تراك هنا مثلا، يعني خلي سولو خلي سولو عشان ما تتلخبطش، ادي تراك 1 سولو سولو تراك 6 7 8 تراك 10 11 تراك 11 او 11 سولو تراك 19 18 تراك 8 سولو كده. دلوقتي انا عملت ثلاث تراكات سولو، تعال نشوف ايه هم، اشوفهم ازاي بكنترول شيفت وكنترول وشيفت شيفت وسلاش. طيب ما كنا لسه قايلين من شويه، ادي كنترول وشيفت وسلاش سولو تراك 2 11 18 2 11 18 الثلاثه بعاد عن بعض، كنت بروح لكل تراك وادوس عليه ايه كنترول وسلاش. ماشي. دلوقتي انا عايز اشيلهم كلهم مره واحده، يبقى الت وشيفت وسلاش شالهم كلهم. طب كده اتاكد ازاي؟ ادي كنترول وشيفت وسلاش قال لي مفيش، قال لي خلاص كده مفيش. تمام. يبقى في حاله ان انت عامل سولو لتراك او مجموعه او كل تراكات، تضغط الت شيفت سلاش هيشيل لك السولو ده سواء من تراك او من مجموعه او من الكل، كله مره واحده. ماشي. ايا كان سلاش معلم على تراك معلم على مجموعه معلم على كله، هو المهم ان هو مش هيخلي حاجه سولو، ده المهم عندي. طيب حاجه تانية برضو، هروح لتراك واحد كده او انا دلوقتي في تراك 12 اهو هعمله سولو سولو، ادي تراك واحد بس هو سولو. ماشي. 5 4 2 1 دلوقتي انا عندي تراك واحد، يعني انا عامل تراك 11 سولو اهو، ادي كنترول وشيفت وسلاش
Solo tracks are 12. كده 12 قضي تراك 12 ده ايه سولو وانا عندي تراك واحد. هل لازم انزل لتراك 12 عشان اشيل منه سولو؟ لا ادوس برضو الت شيفت سولو الت شيفت سلاش بس شال كده منه سولو مش قادر اروح له. طالما تراك واحد عندي سولو وعايز اشيله بعمله برضو بالت شيفت سلاش ماشي سواء تراك سواء مجموعه سواء كل تراكات. لو تراك بعيد عني او كده تراك معمول لهم سولو عايز اشيلهم بنفس الوقت بعمل الت شيفت سلاش. طيب لو عملت بقى انا دلوقتي ما عنديش سولو تراك اهو اضغط كده الت شيفت سلاش نو سولو تراك قال لي نو سولو تراك قال لي ما عندكش سولو تراك هشيل لك ايه. بس هنا بقى قال لي حاجه زياده اسمع كده نو سولو تراك بريس تويس تو تاجل قال لي بريس تويس تو تاجل. طب تعالى كده نضغط عليها. دلوقتي انا ما عنديش تراكات سولو. احنا اتكلمنا عن اول حاله ان انا عندي تراك او مجموعه او كل تراكات سولو وعايز اشيلهم مره واحده سواء اشيل التراك ده اللي عليه سولو او المجموعه او كله ماشي. دلوقتي بقى انا ما عنديش سولو ده الخيار الثاني ما عنديش سولو. ضغطت الت شيفت وسلاش قال لي ما عندكش قال لك نو سولو تراك. اضغط عليها بقى مرتين ادي الت وشيفت وسلاش مرتين ورا بعض سولو اول تراك عمل لي سولو الاول لكل التراكات. ال 40 تراك دلوقتي بقوا سولو هسمعهم. ال 40 تراك دلوقتي بقوا سولو كله سولو ماشي. اشيلهم ازاي؟ اشيل برده من 40 مره واحده ازاي؟ ادي الت وشيفت وسلاش سولو اول تراك شالهم كده كله. فهمت قصدي؟ يعني في حاله ان انت عندك سولو سواء تراك او مجموعه او كله سولو هيشيلهم لك بالت وشيفت وسلاش اول مره هيشيلهم. لو ما عندكش بقى اصلا حاجه سولو هيقول لك ما فيش. لو ضغطت عليها مرتين بقى بسرعه الت وشيفت وسلاش هيقوم عامل لك ايه كل تراكات تبقى سولو. طيب الميوت نفس الكلام على الميوت نفس الكلام كنترول ونقطه اهو هنا هعمل ميوت وهعمل تراك 6 ميوت وتراك 10 او 11 ميوت. هكده اشوف كنترول شيفت نقطه عندي كام حاجه ميوت one text 11 هاي اشيلهم كلهم مره واحده يبقى ادوس الت وشيفت ونقطه عمل نفس اللي عمله في السولو بالظبط. مش عايز اشرحه تاني عشان ما اتلخبطش. هو نفس اللي انا قلت لك في السولو هو هنا مع الميوت. طيب انا جربه على الارم ينفع مع الارم؟ طبعا لو انا ممكن اعمل ارم كده تراك اسجل صوتي على كده تراك هنا اخلي 10 ارم مش بيقول لي دي الحاجه الوحيده اللي مش بيقولها 13 ارم اهي بعملها بس هي بتتعلم فعلا 15 ارم اقدر كده كنترول شيفت سيمي كولن ارم تراك 13 كده عندي 10 و13 و15. طب اضغط بقى كنترول وشيفت وسيمي كولن ايه كنترول شيفت سيمي كولن ارم تراك 13 قال لي ان انت عندك 13 و15 و13 اضغط بقى مع الالت ادي الت شيفت سيمي كولن نورمال تراك شال خلاص مفيش كده اي حاجه معمولها ايه ارمت. نفس الحوار مع الامبورت ايكو بس او سوري الامبورت ايكو اون او اوف مش هعملها لان لما عملتها قبل الشرح ههنجت الجهاد انه بيطلع لك امبورت ايكو من 40 تراك هيهنج يعني تهنيجة السنين زي ما بيقولوا. ما تعملهاش الله يخليك. بتعملها ازاي؟ كنت برضو نفس اللي انا شرحته لك على السولو على الميوت على الارم هو ينطبق على الامبورت ايكو. لا اي امبورت ايكو على تراك مجموعه على كله هيشيلها لك. لو ما فيش هيخلي لك كله معمول له امبورت ايكو اون زي ما شرحنا كده. برضو الكلام ينطبق على الاركايف. لو عندك اي تراك اركايف بتشيله بنفس الطريقه زي ما قلنا بالالت والشيفت والزرار المسؤول عن هذا الموضوع. طيب. اتمنى الفكره تبقى واضحه. سولو الت شيفت سلاش الت شيفت سلاش لو عندك سولو تراك او مجموعه او كله هيشيل لك كله مره واحده. هشيل لك كل العلامات اللي معمولها سولو مره واحده. ولو ما عندكش لو دوست عليها مرتين ورا بعض اول مره هيقول لك ما فيش. ثاني مره او دوست عليها مرتين هيقوم خلي لك كل التراكات سولو ميوت نفس الحوار نفس اللي انا كنت لسه شرحه عشان ما اتلخبطش. الت شيفت نقطه او دوت ارم تو ريكورد ارم تو ريكورد الت شيفت سيمي كولن الت شيفت سيمي كولن امبورت ايكو الت شيفت بلس ابوستروفي الت شيفت ابوستروف اركايف الت شيفت بلس كروف الت شيفت كروف سكشن 5 ويندو. كده خلطنا المجموعه دي. ننقل بقى للمجموعه الثانيه. كده خلصنا السكشن ده عشان كده شفت انا مقسمهم لك سكشن سهلة ازاي. طيب النقطه اللي بعد كده سكشن 5 الويندو. دلوقتي لو انا عايز اعمل عندي 40 تراك ماشي عايز اعمل ميوت التراك الاول وال15 وال25 عايز اعمل ميوت التراك الواحد وال15 وال25 اعمل ده ازاي؟ هل لازم اروح لكل تراك وافضل انزل سهم سهم؟ لا في طريقه ثانيه تقدر تقول له انا عايز اعمل ميوت لواحد او 15 و25 اسف مش او واحد و15 و25. طب اعملهم ازاي؟ اعملهم ازاي؟ او انا واقف عند تراك واحد وعايز اعمل ميوت لتراك 20 لازم اروح له اعمل عليه ميوت؟ لا برضه نفس الكيفيه نفس الاهميه. هروح كده للبروجكت هنا اتاكد ان ما عنديش اي ميوت تراك ميوت تراك لاست فوكس منيو بار ليفينج منيو بيج 2 اديت تراك 10 كان يكوال 16 تراك 16 كان يكوال 0% تراك طيب 17 تراك 17 اوديو تراك امتي تراك. طيب هنا هتاكد ان ما عنديش ميوت تراك نو ميوت تراك اتاكدت منين؟ بكنترول شيفت ونقطه.
عايز اعمل انا دلوقتي واقف عند تراك كام؟ 17. ماشي، واقف عند تراك 17، هعمل تراك واحد و17 اللي انا عليه و27. انا غيرت رايي، هخليه واحد و17 27. هدوس على ويندو ونقطه. Type strip number arrange dialog. قال لي strip number to ايه؟ اسمع كده. Type strip number arrange to mute. To mute. قال لي اكتب لي على التراكات اللي انت عايز تعملهم ميوت مره واحده بقى، ما توجعش دماغي. ولا توجع دماغك ولا توجع دماغي، اكتب لي الارقام. هنا هكتب واحد. اهو الكاركتر. ادي واحد. طيب اعمل 17 بعدها؟ لا. اعمل ايه؟ اعمل مسافه. و17. 7. مسافه. و27. 2. 8. 27 متافة واخد 40 كمان 4 0 وادي انتر enter. Muted tracks are 1 17 27 40 track change. قال لي muted 1 17 17 27 40 صح مظبوط. علم على اللي انا كتبتهم له عليهم. هو ادي كنترول كنترول شيفت ونقطه. Muted tracks are 1 17 27 40 بالفعل علمني عليهم وعمل لهم ميوت. مش علم عليهم يعني عمل سيلكت، لا يعني حط علم عليهم بميوت، يعني حط عليهم علامه ميوت. طب يعني اشيلهم ازاي؟ حد يقول لي؟ Alt Shift نقطة اهو كده خلاص. ماشي، الاختيارات دي لو انت اتمكنت منها هتلعب لعبة بالسونار، هتلعب لعبة بالسونار من هنا لسنة جاية. طيب عايز اعمل سولو، انا كده جربت على الميوت او بويندوز ونقطة. عايز اعمل او بلاش، او قبل ما اروح للسولو عايز اعمل ميوت بقى المرة دي من تراك واحد لعشرة. ميوت من تراك واحد لعشرة. المثال اللي فات ده كانت تراكات متباعدة، كان واحد و17 ماشي. لا انا هنا عايز اعمل، سامع هو بيعمل سيفنج لوحده يعني انا عامل الاوتو سيف كل دقيقتين. طيب انا هنا عايز اعمل ميوت لعشر تراكات ورا بعض. هل هكتب واحد مسافه، اتنين مسافه، تلاته مسافه، اربعه مسافه، خمسه مسافه، سته مسافه، سبعه مسافه، تمانيه مسافه، تسعه مسافه، عشره؟ لا، في حل تاني حلو برضه. ايه هو؟ اضغط ويندو ونقطه. Type script number arrange. اضغط واحد. Run. سلاش سوري. Run. Lag lag lag. Run. Dash. داش واحد وداش وعشره. Run. Zero. ايا كان يعني انا هنا على سبيل المثال عملت واحد وداش وعشره وادي اخر. Track 10. Track 17. Audio track. Empty track. Tab all. Music tracks are 1 through 10. 1 through 10 كده خلاص بقى من 1 ل 10 ميوتد مره واحده. ما كتبتلوش 1 مسافه، 2 مسافه، 3 لا، طالما هم ورا بعض يبقى بكتب الرقم الاول وجنبه علامه الداش اللي هي الناقص وبعديها الرقم الثاني. يعني من 1 ل 10 يبقى بعمل 1 داش 10، 1 ل 20 بعمل 1 داش 20، 1 ل 15 1 داش 15. تمام، اشيل منهم علامه الميوت. طيب السولو نفس الفكره، ادي ويندو ويندو وسلاش. Type script number arrange dialog. Type script. عايز اعمل ميوت لواحد run, space, و10 run, zero, و30 space, three, zero, و31 three, run, space, و40 four, zero, او انتر enter. Track 10 track 17 audio track empty track tab all solo tracks are run 10 30 through 31 40. بس ده ما اديته بالظبط. طيب عايز اعمل يعني هنا اشيل علامه السولو. طيب عايز اعمل هنا ارمد لكذا تراك، يبقى ويندو سمي كولن. Type script number arrange. دول الويندو سمي كولن. هنا برضو نفس الحوار، اما بكتب الارقام وبينها مسافات لو هي متباعده، او لو ورا بعضها بكتب الرقم دادئ فيه ناقص دادئ فيه رقم التاني. هنا هعمل ارمي من 1 ل 10 run وداش داش و10 run 0 enter track 10 track 17 audio track empty track tab all. اهو كده حضرتك هنك زي ما حضرتك سامع كده. هنا ما قاليش، اعرف منين؟ كنترول شيفت وسمي كولن. arm tracks are 1 through 10. 1 through 10 يعني من 1 ل 10 بس كده. هذا اشيلهم alt shift and arm all tracks وسمي كولن. طب عايز اعمل امبورت ايكو لكذا تراك ويندو و ابوتروف ويندو تا اهو يس تراك 10 تراك 18 اودو ويندوز ابوستروفي ميجر 1 بي 1 تك ميجر 1 بي 1 تك 0 0 0 تايب سكريبت نمبر ارينج دايل اسكيب اسكيب نو انبوت ايكو انيبل تراكس بريس تويس ذا تودل نو علق. بس هي شغاله على فكره، يعني في بعض السكريبتات عندها تايب سكريبت نمبر ارينج بس هي بتشتغل ويندو تراك 18 ويندو وابوتر بيشتغل ماشي بس ساعات بتهيس. تمام، طيب ده كده الموضوع ده كده احنا خلصنا مع الويندو. طب لو العكس، لو العكس، لو انا عايز يعني دلوقتي انا هعمل دلوقتي خلاص كده خلصنا السكشن ده، احنا دلوقتي دخلنا سكشن تاني مع الويندوز والشيفت. خلصنا كده الويندو، قلنا ان ويندو وسلاش بيعمل لك ميو يعني سولو، ويندو سلاش بيعمل لك سولو بس بتكتب بقى يا اما ورا بعض بتحط يعني واحد داش عشرة او بتكتب واحد مسافة اتنين مسافة عشرة مسافة خمستاشر اللي هما مش متقاربين. ده بينطبق عليه في السولو ويندو سلاش او ويندو نقطة بيعمل ميوت برضو بنفس الطريقة بنفس الكيفية للكتابة، بيطلع لك يعني ايديت بوكس. ويندو ابوستروف للامبورت ايكو كام تراك عايزه بنفس الكيفية في الكتابة. ويندو وسامي كولن بنفس الطريقة للارمد كام تراك ارم. ويندو وجراف كام تراك تعمل له ايه اركايف ماشي كده بنفس الكافيه. طب شيفت ويندو بقى، شيفت ويندو بيعمل لك العكس، بيعمل لك العكس. لو انت انا دلوقتي هعمل ميوت لتراك 1 ل 20
هعمل ميوت لتراك واحد لعشرين، ادي ويندو ونقطة، type string number array ادي اتنين two او blank واحد blank اكتب واحد وبعدين داش وبعدين اتنين زيرو. track name track 18 audio track empty track tab all control shift نقطة ما قاليش انا ميوت التراكس are 1 through 20 قالي 1 through 20 على فكرة تعدي السكريبت بهيس عادي سوبر 8 بوينت يا اما تضغط الت تاب وترجع له يا اما تقفل السونار وتفتحه يا اما تتاقلم بقى ماشي كده. انا عندي من 1 ل 20 ايه ميوتد عملتهم بالويندو ويندو نقطه وكتبت ايه 1 داش 20 رجعت بكلامي عادي اشيل 10 مش هشيلهم كلهم بقى لا انا عادي اشيل 10. طب اشيلهم ازاي؟ شيفت ويندو ونقطه تايب سكريبت نمبر ارينج دايلوج تايب سكريبت نمبر ارينج تو ان ميوت هنا بقى خلاص ان ميوت بقى العكس هكتب هنا 1 داش 10 اسمع كده ميوت تراكس ار 11 20 قال لي 11 through 20 مش كان من 1 to 20 قال لك لان انت عملت لي ميوت من 1 ل 10 عملت العكس. طيب هنا عندي 10 ل 20 هروح اشيل 15 و 17 اخليهم ان ميوت 15 و 17 هدوس هنا شيفت ويندو نقطه تايب سكريبت نمبر ادي 15 كاركترز سبيس بالضبط شال 5 وشال 15 وشال 17. اتمنى الفكره تبقى واضحه ونبت الكلام ينطبق مع سولو ينطبق مع الارمد وينطبق مع الامبورت ايكو ومع جراف اللي هو الاركايف. اتمنى الفكره تكون واضحه يا شباب مع الالت وشيفت ومع الويندو ومع الويندوز وشيفت الحاجات دي قلنا ايه الفروقات بينهم. نرجع سولو ويندوز سلاش زي ما قلنا يجيب لك رساله تكتب فيها واحد مسافه 10 مسافه 20 او لو ورا بعض بتكتب واحد داش 10 سواء يعني مع الويندو او بشيفت والويندو ماشي. وده سلاش ميوت ويندو بلس ويندو زائد نقطه كيريوس بيج 3 لانج ارم تو ريكورد ارم تو ريكورد ويندو بلس سيمي كولن ويندو سيمي كولن لانج امبورت ايكو امبورت ايكو ويندو بلس ابوستروفي لانج ويندوز ابوستروف اركايف ويندو بلس جراف اركايف ويندوز جراف لانج سكشن 6 ويندو بلس شيفت ويندوز سلاش شيفت او ويندوز بلس شيفت يعني ده عشان تعمل ان ميوت او ان سولو او ان ارمد او ان اركايف العكس لانج بنفس ذات الكيفيه في الكتابه سولو سولو ويندو بلس شيفت سلاش ويندو سلاش ويندو شيفت سلاش انت عندك اختيارات هنا مكتوبه لانج ميوت ويندو بلس شيفت بلس ويندو شيفت بلس لانج ارم تو ريكورد ارم تو ريكورد ويندو بلس شيفت بلس سيمي كولن ويندو شيفت سيمي كولن لانج ويندو بلس شيفت بلس ابوستروفي امبورت ايكو امبورت ايكو ويندو بلس شيفت بلس ابوستروفي ويندو شيفت ابوستروف لانج اركايف اركايف ويندو بلس شيفت بلس جراف ويندو شيفت جراف لانج سكشن 7 اذر في هنا عندك اذر بقى سولو كرنت تراك اونلي لو انا عايز اعمل سولو للتراك الحالي واشيل كل السولوهات اللي قبل كده هنا اختصارين بس ما تلخبطش نفسك لو عايز تعمل سولو بس اضغط سلاش سلاش بس بدون اي حاجه بدون اي اختصار هيعمل لك سولو للتراك الحالي وهشيل السولو من بقيه التراكات كلها مره واحده. ايه الفرق بينه وبين الت شيفت سلاش؟ الت شيفت سلاش بتشيل لك كله مره واحده سلاش بس بتشيله ماشي بس بتخلي لك التراك الحالي برده سولو يعني بتعمل كله ما عدا التراك الحالي اللي انت عليه ماشي سلاش بعد سلكت كرنت تراك اونلي برضه نفس الحكايه مع سيلكت احنا قلنا سيلكت بكنترول وكوما وقلنا الحوار وويندو وهكذا وقلنا الحوار كله هنا بقى نقطه سوري كوما كوما دي بتعلم لك على التراك الحالي وبتشيل السيلكشن من بقيه التراكات بس دول حاجتين كده على جنب يعني ما سيبك منهم عشان ما تلخبطش نفسك دلوقتي. 40 خلصنا نص الملف خلصنا 40 شورت كات. طيب نكمل موف اند سيلكت تعالى كده نشوف الوقت قد ايه 43 31.49 اتمنى ان احنا نخلص الموف اند سيلكت وبعد كده نشوف السكريبتات واتمنى ان احنا ناخد ال يعني بتاع ده النيترونوم والتيمبو عشان يبقى خلطنا كده شغل ده ونبدا في شغل الايترنج اتمنى. طيب نكمل موف اند سيلكت جو تو اف 5 سيبك منها دلوقتي سيبك منها دلوقتي عشان ايه هنتكلم عنها بعدين تايم ناو انا عايز اعرف انا فين في الملف عايز اعرف انا فين في الملف اعرفه منين كنترول بلس شيفت بلس اف 5 كنترول شيفت اف 5 او كنترول بلس شيفت بلس اف 6 كنترول شيفت اف 6 4 طب ايه الفرق بين كنترول شيفت واف 5 واف 6 هما الاثنين جنب بعض مع الكنترول وشيفت تعالى كده نفتح حاجه هنفتح دلوقتي سوبر 8.5 عشان نبدا نجرب عليها لاست فوكس امبورتنت لوك 19 20 تراك 13 تراك 12 11 10 9 8 4 3 تراك 2 تراك 2 اوديو 1 تراك 1 اوديو نو سولو تراك اميوت اول تراكس نو امبورت او انيبل تراك نو ارم تراكس بريس بلايس ذا توب نو ارم تراكس بريس 41 هنا 1 هعمل هنا ادخل مقطع تطبيق منيو تراك تراك تين ديبورت اوديو فايل داتا فولدر بلجنز اديشنال فولد نوت سيلكتد لوك ميل ليفت نوت سيلكتد ميل ليفت 30 3 2 بلس 7 111 سلاش 29 سلاش 14 4 ايجلش عشان برضو الناس اللي هي يا جماعه بتقول ان الموسيقى حرام وكده احترام ولا شعورهم جبنا لهم مقطع بدون موسيقى يعني الاستاذه اليسا سمعت بالموضوع وقررت ان هي تغني خلاص بدون موسيقى بعد ما عرفت ان هي كانت عامله مصايب يعني قررت ان هي تتراجع عن ده وان هي تتوب يعني وتغني بدون موسيقى يعني نسمع كده دلوقتي
فاتت سنين وانا بسمعك ولا عمري فكرت. اي ريتا يا جماعه بتغني بدون موسيقى، خلاص هي اتعلمت الادب خلاص، عقبال هيبقى وهبي. طيب دلوقتي بقى ايه، عايزين نعرف احنا فين بالظبط. اضغط معايا كده كنترول شيفت واف 5. طب اضغط اف 6 مع الكنترول شيفت، يعني ادي كنترول وشيفت واف 6. قالي 6 سكند، هنا قال لك بالثواني. كنترول شيفت اف 6 بالثواني، كنترول شيفت اف 5 بيقول لك بالمواضيع والبارات، هنتكلم عنها دي، او المواضيع والبتات، او هنتكلم عنها، هنتكلم عنها دلوقتي ماشي. بس كنترول وشيفت اف 5 واف 6 جنب بعض اهو، ادي اف 5 واف 6 برضه مع الكنترول وشيفت. 6 سكند 6 فريم، يعني دلوقتي انا في الدقيقه سوري في الثانيه السادسه. طب اروح كده لاول الملف، دوس دبليو وداني الاول الملف، هدوس كده كنترول شيفت واف 6 ستارت اوف بروجكت اول الملف خالص. طيب ادي كده سبيس، فاتت سنين فاتت سنين كده، شوف كنترول وشيفت واف 6 2 سكند ثانيتين، كنترول شيفت اف 5 ميجر 2 بيت 1. طيب كده انا عرفت ازاي اعرف انا فين بالظبط في الملف دلوقتي، عايز اعرف انا فين، اعرف راسي من رجلي كده. كنترول شيفت واف 5 واف 6، اف 5 بيقول لك بالميجر والبيتس والتكس، واف 6 بيقول لك بالثواني والفريمات. طيب تعال نتكلم عن ايه الميجرز، ايه هي الميجرز. الميجر دي يا سيدي الميزان، الميزان بتاع المقطوعه. انت عندك تيمبو وعندك ميزان. ايه هو التيمبو؟ التيمبو اللي هو سرعه، يعني مثلا زي ما قلنا عنه قبل كده اللي هو او ماشي، ده التيمبو بتمشي عليه. في بقى الميزان، الميزان ده بيبقى 4 او 3 او 2 او اكتر، او مش اقل من 2 طبعا. تمام، ده الميزان، ده سوري ده الميزان، ده الميزان ماشي كده. عندك الطبيعي او الاشياء بيبقى 4 عدات، بيبقى ايه 4 عدات، 1 2 3 4 4 عدات، ده الميزان الطبيعي ماشي. ده المقسوم مثلا، المقسوم دوم تاك دوم تاك، 1 2 4 4 ماشي. عندك البلس مثلا، يعني بتختلف بقى من مقطوعه مقطوعه، عندك ريتم اسمه البلس اللي هو انا قلبي دليلي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. لازم دي حاجه تبقى مفيده جدا عشان تبقى عارف امتى تعرف ان هي 3 او 4، دي ممكن نبقى نتكلم عنها، او 2 دي نتكلم عنها بعدين. ولكن المزوره مبدئيا هنا بتبقى باي ديفولت 4 4 عدات، هي دي المزوره، هي المزوره هي نفس المزوره، هي هي اسمها ميجر، هي هي اسمها بار. تاني عشان ما تلخبطش، المزوره هي ميجر هي بار، نفس الثلاث مسميات دول نفس الحاجه. طيب الميجر بتتكون من اربع عدات، الاربع عدات دول اسمهم ايه؟ العده الواحده اسمها بيت، العده الواحده اسمها ايه؟ بيت، بيت دي العده الواحده، او نوار، او نوار بيت او نوار ماشي. دي العده اللي جوه المزوره، يعني مزوره اربع عدات ماشي، او ثلاثه، خلينا هنا نقول اربعه عشان ما تلخبطش. جوه الاربع عدات دول العده الواحده اسمها ايه؟ بيت او نوار. جوه الاربع عدات دول جوه النوار في 1000 تك، جوه النوار الواحد في 1000 تك، حاجه دقيقه جدا. يعني المزوره الواحده هي هي البار، هي هي الميجر، بتتكون من اربع عدات او اربع نوارات او 4000 تك. احنا قلنا ان النوار الواحد هو هو البيت الواحد هو هو 1000 تك صح، فمعنى كده ان المزوره بتتكون من اربع نوارات او اربع بيس نفس المسمى او 4000 تك ماشي كده. دي كده الفرق بين المواضيع والبيس والتكس. طيب والثواني خلاص عرفناها. طيب تعالى كده نرجع للملف تاني، احنا كده قلنا كنترول شيفت اف 5 هيقول لك ايه؟ هيقول لك ميجر 2. اه انا اسف نبطئ الشوز. اها سلور فاستر فاستر تمام كده. كنترول شيفت اف 5 احنا لسه كمان هنبدا عملي، ف يعني معلش بالنسبه للسرعه. ناو ايكوالز ميجر 2 بيت 1 ميجر 2 بيت 1، يعني المزوره الثانيه البيت الاولى ماشي كده اهو. Now equals measure 2, beat 1, tick 121. Tick 120. تعال نشوف كده ما يعد ده بالثواني قد ايه؟ Now equals 2 seconds. 2 seconds. بالثواني بكنترول شيفت اف 6 وبالميجرز والمواضيع والبارات والكلام ده بكنترول شيفت اف 5. طيب اللي بعده ادي كده خلصنا اثنين. Page to move. بالحركة. Plan to move the start of project. عشان نروح لأول البروجكت. Control plus home. Control home معروفة جدا مش محتاجة يعني ايه كلام، كنترول home بيوديني عند أول البروجكت. Black to move to end of project. عشان اروح لاخر البروجكت. Control plus end. Control N معروفه برضه. صح كنترول هوم اكتر كنترول N. Black to move to next bar. To move to next bar. لو انا عايز اروح للمزوره اللي جايه، يعني المزوره اللي لسه هتيجي، يعني عايز يعني ايه؟ اجري مزوره. ماشي كده؟ اجيبها ازاي؟ Control plus page down. Control page down. Control و page down. تعالى كده نروح للمقطوعه اللي احنا جبناها بتاعت الاخت اليسا.
important sonar W فاتت اهو one اسمع كده كنترول وبيش داون بار 2 بار 2 بار 3 بار 3 كنترول وبيش داون بار 4 بار 4 طب تتكلم كتير كده كنترول شيفت و اف 5 now equals 7 seconds 6 7 ثواني now equals measure 4 beat 1 اهو فعلا بالميجر 4 وانا بالبيت 4 فعلا اسمع كده بالمطرة ما لقيتش جاي اجري برضو بار 6 بار 6 بار 12 بار 12 بار 15 بار 15 أشغل. نرجع دلوقتي لي. نرجع دل... كنت شفت في خمسة. Now equals measure 15. اللي فعلا في measure 15 اللي هي bar 15. زي ما قلنا هي اختلاف مسميات. يبقى أنا كده بتحرك المواضيع إيه بكنترول وإيه وبيتش داون. العكس كنترول بيتش أب. كنترول بيتش أب هجيب اللي فاتت أي. Bar 4. Bar 13. 13. Bar 12. 12. Bar 11. 11. Bar 10. 10. Bar 9. 9. Bar 8. Bar 8. Bar 7. 7. بيسيب بيهنك بار 4 بار 3 بار 2 بار 1 بار 1 لما تيجي تكي كده مني يعرف ان هو بيسيب يعني ماشي ده كده اتحرك بين المواتير بكنترول وبيتش اب وبيتش داون طيب اللي بعده page input blank to move the previous bar control blank to move the next beat a next beat حاجه ضئيله جدا يعني عايز اتنقل حاجه ضئيله اللي هو ايه نوارات عايز اتحرك بالنوار عفوا عايز اتحرك بالنوارات هنا اروح للبروجكت سوناري ماشي واتحرك بشيفت بيتش اب وبيتش داون ادي شيفت وبيتش داون بي 2 بي 2 بي 3 بي 3 بي 4 بي 4 بار 2 بي 1 قال لي بار ايه بار 2 بي 1 بار 2 بي 1 قال لي انت خلطت الاربعه بتوع بار 1 ودخلت بار 2 دخلت كده في الاربعه بتات بتوع البار 2 نكمل ادي شيفت وبيتش داون بي 2 بي 2 بي 3 بي 3 بي 4 دي الاخيره خلي بالك بص اللي جاي الجديد هيقول لك ايه بار 3 بي 1 قال لك بار 3 بي 1 قال لك انت خلطت الاربعه بتات بتوع الثانيه ودخلت بار 3 بي 1 وهكذا ماشي ده بيحركك نوار يعني بيحركك بص عمري فاك يعني حاجه بار 4 بيت 1 يعني مزوره زي ما قلنا اربع دات ودي العده واحده يعني عده من يعني ربع مزوره بشيفت وبيتش اب وبيتش داون وبيتش اب العكس طبعا بيت 3 اهي بيت 3 بيت 2 بيت 2 بيت 1 بيت 1 يعني شيفت وبيتش اب بترجع للي فات وبيتش داون بتجيب اللي جاي يعني بتجري وتقدم يعني ماشي ده كده الفرق بين كنترول وبيتش اب وبيتش داون وشيفت وبيتش اب وبيتش داون طبعا بديهيا البيتش والشيفت وبيتش اب وبيتش داون اقل ربع الكنترول وبيتش اب وبيتش داون ماشي بتحركك بيت من اربعه والثانيه بتحركك مدوره كامله اللي هي جواها اربعه بيتس input shift plus page down blank to move the previous beat shift plus page blank to move the next 10 ticks left right هنا بقى نيجي للتكس نيجي للتكس كلام كبير قوي التكس ده بقى حاجه يعني تنتوفه كده زي ما بيقولوا حاجه صغيره جدا يعني انت شفت البيث قد ايه المزوره قد ايه اربعه وجواها يعني البيث جواها اربعه بتات والبيت الواحده 1000 تك حاجه منتهى الدقه طيب ال1000 دي 1000 تك يعني نوار الناس اللي عارفه موسيقى 500 تك يعني كروش 250 تك يعني دوبل كروش 150 تك سوري 125 اسف 125 تك ده تريبل اسمه ايه ده كواتريبل كواتريبل يعني كواتريبل 125 ده اللي هو كواتريبل ماشي كده طيب انا دلوقتي عايز اتحرك بالتكس عايز يعني خلاص انا كده بتحرك 1000 تك مشفت بيتش اب وبيتش داون اللي هو ايه بيت متعود ال1000 تك لان عايز اتحرك بقى جوه ال1000 تك دي كمان روح كده اضغط معايا كنترول و كي ميجر 3 بيت 1 تك 030 او بلاش تعالى نروح لاوله خالص عشان بس ايه نبقى في التسليم يعني اضغط كده كنترول شيفت اف 5 ناو ايكوالز ميجر 1 بيت 1 تك 000 قال لك ميجر 1 المزوره الاولى بيت 1 اول بيت فيها والتكس اصفار يضغط بعد كده كنترول كي ميجر 1 بيت 1 تك 010 قال لك تك 010 طب اضغط كده كنترول كي تاني ميجر 1 بيت 1 تك 020 تك 020 كل مره بيدودك 10 تك كل مره بيدودك ايه 10 تك وعكسها كنترول وجي ميجر 1 بيت 1 تك 010 كده راكع 10 ميجر 1 بيت 1 تك 000 بقى كده 000 يعني كنترول وجي بينقص وكنترول وكي بيزود طب انا قاعد اجيب 500 تك اتحرك ازاي في كده طريقه هقول لك عليها لكن خلينا نبدا بان انت تدوس كنترول كي كده مره دوس كده ثابت كده عليها ميجر 1 بيت 1 تك 110 ميجر 1 بيت 1 تك 230 ميجر 1 بيت 1 تك 320 ميجر Measure 1, beat 1, tick 380. Measure 1, beat 1, tick 490. Measure 1, beat 1, tick 500. كده انا عند كروش. كده انا عند كروش. كده ده ماني كروش. 500 ده تمن كروش.
اجيبها 10 10 من الالف بكنترول وجي وكنترول كي، ده عشان يبقى فيه دقه. طب لو انا عايز احرك نسب اعلى ما يعادل 160 تك، ما يعادل 160 تك، اجيبها ازاي؟ كنترول وشيفت وجي وكي برضو، يعني احنا قلنا كنترول وجي وكي خلاص، كنترول شيفت بقى جي وكي. اسمع كده 12 فريمز، 12 فريمز ما يعادل قد ايه؟ اضغط كده معايا كنترول شيفت اف 5 now equals measure 1 beat 1 tick 640 640 هو كان 500 بقى 640، يعني نقلك 140، هو بينقل في حدود 140 او 160 تمام. measure 1 beat 1 tick 650 اهو كمل 15 فريمز 15 فريم 18 فريم 18 فريم 21 فريم 21 فريم 24 فريم كل مرة بيزودك، وكنترول وشيفت وجي العكس بينقص 21 فريم 18 فريم 15 بيحركك تكس برضه بس ايه ازيد من 10، يعني حدود ال 140 150 تك مرة واحدة. طيب في حاجة أعلى من كده؟ أه في أعلى من كده بس بالثواني بقى. إزاي؟ كنترول شيفت ويندو وجي وكي، ادي كي 1 سكند 15 2 سكند 15 فريم 3 سكند 15 فريم 4 سكند 15 فريم 5 سكند 15 فريم حركه بالسكند، كنترول وشيفت ويندو سيمنج وكي جي بينزل، يعني جي بينزل زي ما قلنا جي بينزل والكي بيطلع 4 سكند 3 سكند 2 سكند 1 سكند. دلوقتي بالجي تاني راجع على تكس، كنترول وجي وكي بيزود وينقص كل مره 10 تك، كنترول وشيفت وجي وكي بينزل وينقص كل مره بحدود 140 ل 160 تك، كنترول شيفت ويندو جي وكي بينزل ويطلع في حدود ثانيه. ماشي كده؟ طيب ده كده الحوار ده. طيب لو انا عايز اتحكم بقى في الحركه، يعني ايه عايز اتحكم في الحركه؟ انا عايز ان كنترول وكي، هو مبدئيا كنترول وكي وجي اسمهم سمول، وكنترول شيفت وجي وكي اسمهم ميديم، وكنترول شيفت ويندو جي وكي اسمهم لارج. انا ليه بقول لك الاسماء دي؟ دلوقتي انا عايز اغير النسب دي، عايز ان كنترول وجي يتحركني 100 تك مش 10، شايف ان 10 دي قليل جدا عايز اخليهم 100 تك. ممكن؟ اه ممكن. ازاي؟ هنا في حاجه في غايه الروعه ان انت تقدر تغير النسب دي. ازاي؟ كنترول انسرت ام ميم ام، ادي كنترول وانسرت وادي حرف الام. configure cursor movement units dialog. اهي فين راح فين اهي configure cursor movement units dialog movement units كده جايب لك لسته. اسمع small left parent control plus j and control plus k right parent. قال لك سمول كنترول وجي وكنترول وكي دايما قلت لك 10 تك انزل. ميديوم ليفت بارنت كنترول بلس شيفت بلس جي اند كنترول بلس شيفت بلس كي رايت بارنت. ميديوم كنترول شيفت وكي وجي انزل. لارج ليفت بارنت كنترول بلس ويندوز بلس شيفت بلس جي اند كنترول بلس شيفت بلس ويندوز بلس كي رايت بارنت. ده لارج كنترول شيفت ويندوز وجي وكي دايما قلت لك عليهم الثلاثه هم. عايز تغير انهي؟ عايز تغير انهي؟ هروح للاول اللي هو سمول اللي هو بينقلني 10 تك اهو، اضغط عليها انتر. سمول ليفت بارنت سمول وادي انتر. Config. هنا عندي كام؟ T 0 1 1 0 T blank 1 0 T T اللي يختار كلمة تك. أخليهم كام؟ T 0 1 خليهم 100 1 0 أهو ده وصفر T blank blank T 0 0 1 1 Enter the unit to assign. This should be a number followed by colon S for seconds. So for samples T for ticks U for I dash res mini ticks or F for frames. For example 5 F. هنا بيقول لك ملحوظة هقول لك عليها، بيقول لك إن T اختار كلمة تك، ده لو أنت عايز تخليه يتنقل تك. T تك اف فريم اس سكند، يعني انت عايز التك دي تتنقل، يعني انت عايز السمول ده يتنقلك كام تك، وهل اصلا عايزه تك ولا عايزه سكند ولا عايزه فريم، يعني انت عايزه ايه؟ انت ليك مطلق الحقيقه تقدر تغير الوقت، يعني 10 20 تغير القيمه وتغير كمان الوحده تك ولا فريم ولا سكند، تخليهم ايه؟ تي اختار كلمه تك، اف اختار كلمه فريم، اس اختار كلمه سكند. احنا هنا هنخليها تك بس، هنخليهم 100 تك عشان نجرب. 1 1 1 0 0 T blank كده 100 تك. اوكي ودي اوكي track pane track 1 1 track. ماشي تعالى كده نروح لاول ملف وهحرك معايا كنترول وكي. measure 1 beat 1 tick 100 tick 100 ما بقاش 10، كنترول وكي تاني. measure 1 beat 1 tick 200 بقى بيحركني 100 تك. طيب انا هخلي مثلا دي 100 ماشي، هروح اغير القيمه للميديوم، هغير اول اللارج، اللارج ادي انترت وكنترول وام. Configure. هروح للارج بقى المرة دي. Large. ادي لارج. انتر. هنا شوف مكتوب ايه. 1S. 1S. 1 second. طب انا اخليها 10 second. Blank. S. 1S. اهو ده وصفر. تبقى ايه؟ 10S. 10S. 10 second. S دايما قلنا اختار كلمة second. T اختار كلمة tick. F اختار كلمة frame. اوكي. ودي اوكي. Track pick. طيب تعالى كده نتحرك بقى. Stop. ادي هوم. و W او W. واضغط معايا بقى كده كنترول شيفت ويندو. و كي. 10 seconds. 10 seconds. 20 seconds. 20 seconds. 30 seconds. 50 seconds بقى بيحركني 10 ثواني مش ثانية ثانية.
يبقى انت هنا كده ليك مطلق الحريه، عايز السمول اللي هو كنترول وجي وكي حركه قد ايه، عايز الميديم اللي هو كنترول شيفت وكي وجي حركه قد ايه، عايز كنترول شيفت ويندو وجي وكي حركه قد ايه. يعني السمول والميديم ده قلت لك الاختيارات بتاعتهم، قلت لك تغير قيمهم منين. عايز تخلي مثلا كنترول جي وكي السمول يحركك بين التكس، او عايز يحركك بين الثواني، او عايز يحركك بين الفريم. بتكتب القيمه بالرقم بعد ما تختار من الليسته، كنترول انسرت وام، تختار لارج ولا سمول ولا ميديم، وبعدين تدخل تكتب بقى، تكتب الرقم الاول، وبعدين بتكتب تي يعني تك 100، تي يعني 100 تك، 100 اس يعني 100 سكند 10 100 ثانيه، 100 اف اللي هو الفريم ما يعادل 160 تك، يعني نقدر نقول عشر البيت، وهكذا. بتكتب اف فريم اف سكند تي تك بعد الرقم، وبتكتب اوكي بس كده. يبقى انت كده غيرت القيمه بتاعت الحاجات دي. شورت كات بلاند كنترول بلاند تو موف ذا ريليس 160 كان بلاند تو كان بلاند تو كان بلاند تو زد موفمنت كان بلاند تو ميك ماركر بلاند. طيب احنا كده خلصنا الجزئيه دي. طيب نروح بقى للماركر. ايه الماركر ده قبل ما نبدا فيه؟ الماركر ده علامه، الماركر ده عارفين البوك، البوك ماركر اللي هو علامه في الكتب، بيحطوا كده علامه اما بفتله كده بيحطوها، او حاجه كده عامله زي فتله سلوفانه صغيره او حاجه، او اسمه ايه ده معرفش يعني، او بيحطوا علامه كده يعني ايه بالقلم. هو الماركر ده حاجه زي كده بتعمل علامه في اماكن معينه. انا هنا هروح للمقطع بتاعي، هي بتتعمل بيب 11 مبدئيا. فيسبوك فيسبوك ايتم بيج 4 ليكتشرز سونار ليكتشرز page 4 sonar 8.5 producer dash left bracket. انا هروح للمقطع بتاعي اغنيه اليسا في المزوره العشرة او المزوره الثانيه هعمل ماركر، في المزوره الثامنه هعمل ماركر، في المزوره ال12 هعمل ماركر. حلو كده اتفقنا. انا كده في اوله هعمل اف 11 ماركر. through measure 1 beat 1 ادي اف 11 ماركر دايلوج نيم. ماركر دايلوج قال لي دخل النيم، هدخل هنا اكتب اللي انا عايز اكتب مينا مثلا على سبيل المثال عشان يبقى واخدين بالنا. M-E-N-A name colon edit Mina locked as empty left parent real world right pet time colon سيبك من ده دلوقتي عشان ما تلخبطش. groove dash clip ok button groove dash clip pitch change colon combo box less no pitch greater 1 of 13 سيبك من ده دلوقتي نتكلم عن groove. طيب تمام، هروح للمزورة الرابعة واقدر اشغل، يعني اقدر اشغل واوقف يعني ماشي. لو انا معرفش انا عايز اعمل ماركر فين عادي بشغل بمسطرة اهو، يعني مثلا كده فاتت سنين وانا بسمع. هنا هعمل ماركر اشوف انا في المزوره كام. Now equals measure 2 beat 3 لا اشغل كمان شويه. ولا عمري فكرت اخدعك. اخدعك هنا كام؟ Now equals measure 4 beat 1 او المزوره الرابعه. هعمل هنا اف 11، هعمل ماركر تاني باف 11 ماركر دايلوج اسميه هنا عوض لوك تك اوكي اوكي اكمل. ما لقيتش جرحي يوجعك ولا قلبي عز عليك. والله رايق عليا نعمل صوت رايق قوي مع صوت اليسا، يعني ينفع نعمل دويتو. طيب هنا المزوره كام؟ Now equals 13 seconds 22 frames. ده بيستكمل. Now equals measure 6 beat 3. طيب نكمل. وعايزني تاني اصدقك واسيب حياتك تسرقك. تسرقك المزوره كام؟ Now equals measure 9 beat 3. measure 9 هعمل هنا اف 11 كمان. Marker dial. واسميه ايه؟ اسميه فوله. Name colon edit فوله. Okay, but okay. طيب ايه لازمة الماركر؟ ايه لازمة الماركر؟ طيب قبل ما نبدا ايه لازمة الماركر؟ تعالى نضغط W. قال لي مينا خدت بالك؟ طب ارجع كده يعني اتحرك بموازين. اواد ماركر. اواد ماركر اسمع. مينا ماركر. مينا ماركر. بار 3. ايه ده؟ بار 2. بار 1. بار 1. يعني بص الصوت بيقول لك. بار 3. بار 4. اواد ماركر. دخلت كده في اواد ماركر، دخلت في بداية اواد ماركر، كمل. بار 6. بار 7. بار 8. بار 9. فولا ماركر بار 10 فولا ماركر. الله ده يعني بيقول لي كل حاجه صح ولا انا غلطان؟ طيب دوس كده دبليو. مينا ماركر. قال لي مينا ماركر فاوله خالص، ما احنا عملنا ماركر دي في الاول. دوس كده مسطره وركز بقى اللي هيحصل. ركز، انا عايز اوريك حاجه وهقول لك ايه اهميه الماركر ده بعدين، بس ركز كده الجوز هيعمل ايه. انا بعيد عن الجهاز، هدوس مسطره وبعيد ايدي يعني كده اهي، ايدي اهي. فاتت سنين وانا ايدي بعيده معاك ولا عمري فكرت اخدعك. اواد ماركر. اواد ماركر حلو لوحده. ولا قلبي عز عليك. وعايزني تاني اصدقك واسيب حياتك تسرقك. كل ماركر بس بيقول لك الماركر لما بيجي وتقدر توقفها. انا قلت لك ده وريت لك هنا عشان هقول لك توقفها منين لو عايز جوز ما يقولكش. يعني هنا جوز بيقول لك باي ديفولت بيقول لك الماركر لما بيجي وانت شغال بيقول لك هنا في ماركر اسمه كذا الحق. ماشي، جوز بيدي لك تنبيه توقفه منين هقول لك في اخر المحاضره مع التكتات الجوز. طيب اتحرك بين الماركر والماركر التاني ازاي؟ كنترول وشيفت بيتش اب وبيتش داون. فولا فولا اواد مينا. الله يعني انا ممكن اتحرك كده
بين الماركرات اللي انا عاملها، يعني اعمل ماركر في الدقيقه الاولى وماركر في الدقيقه الثالثه مثلا لو ملف كبير، او ماركر في المدوره العاشره، اي وقت ما احب اعمل اف 11 واكتب اسم الماركر واتحرك بينهم بكنترول وشيفت وبيدج اب وبيدج داون. مينا عوض فولا او فولا اخره عوض مينا، هم ثلاثه بس اللي انا عملتهم. كنترول وشيفت وبيدج اب وبيدج داون بيحرك بين الماركر وبتعمله باف اي 11. طيب لو انا عايز اعرف انا في انهي ماركر، فانهي ماركر بكنترول وشيفت واف 11، كنترول شيفت اف 11 دايما اتفقنا. مينا قال لي مينا، طب اروح كده اللي بعده عوض هذا هنا كنترول شيفت اف 11 عوض، قال لي عوض اللي بعده فولا كنترول شيفت اف 11 فولا. اذا الاربع اختيارات دول بتوع الماركر، اف 11 اعمل ماركر، كنترول شيفت اف 11 اعرف انا بنهي ماركر بتحرك بينهم بكنترول شيفت وبيتش اب وبيتش داون. اهميته لو انا عايز اعمل ماركرات واتحكم بينهم او اتنقل بينهم بشكل ايه سريع. To make marker, F click to move, can pay to move to preview, can click to no mark, can click to move to track number. هنا حاجه بقى في منتهى منتهى الروعه، يعني زي ما قلت لك المحاضره النهارده فيها كنابل، يعني كنابل نوويه. دلوقتي لو انا عايز عندي 40 تراك، عايز اروح للتراك رقم 25 مثلا، هفضل عند ال 25 سهم؟ قال لك لا، تعالى كده هو انا هنا عندي كام تراك؟ هو عندي 40، عندي من 1 ل 40. هعمل كنترول شيفت وجي، كنترول شيفت وجي موف ستريب دايلوج. قال لي موف تو ستريب، قال لي دخل لي رقم انت عايز تروح لانهي ستريب انهي تراك. هكتب هنا 2 و5 25 وانتر. track pane track 40 midi track empty track tab all. ما قاليش اعرف منين انسرت وسام فوق 40 track 40 24 20 سوري اسف انسرت وسام فوق ما ينفعش، اطلعت سام ونزلت 25 انا دلوقتي بتراك 25. طب عايز اروح لتراك 33، كنترول شيفت جي move the strip dial 33 وانتر. track pane track 32 34 33 يعني نزلت وطلعت او اطلع وانزل او يعني اطلع وانزل او انزل واطلع عشان اتاكد ان انا فين. ماشي ساعات بهي ساعات السكريبت دايما اتفقنا ما بيقولكش انت في انهي تراك، بس هو بينقلك فعلا. كنترول شيفت وجي هروح كده للتراك الاول او كنترول شيفت جي وادي واحد وادي انتر. track pane track 33 midi track empty track tab ما بيقولش بس بيتحرك. هطلع هوتا 40 انزل 1 وداني فعلا 1. هروح ل 22 ادي كنترول شيفت جي 22 انتر. track pane هطلع 21 هندل 22 يعني انا فعلا عندي 22 مظبوط كده. يعني ده كده ده ايه وسيله مواصلات بيوديك لاي تراك انت عايزه بشكل سريع. طيب هنا هعمل بقى حاجه حلوه قوي، هروح لتراك واحد اهو بنفس الطريقه كنترول شيفت جي وادي واحد وانتر. هسمي ده 41 هسميه اليسا 41 تراك 1 اليسا اليسا 1 اليسا 2 تو. هسميه مينا. ليه بعمل كده؟ عشان هوريك دلوقتي. A track 2 man audi 2 ايه يا عم مينا. track pay 2 مينا 3 هسميه عوض. هروح بقى لتراك 10 To use this function, solo equal 19, 20, track 20, solo equals off, recording, so maximize, minimize, track left parent blank field right, track 9, 20, 20, edit, track 20, edit, track pay, not 20, vocal, audio. طيب دلوقتي لو انا عايز اروح لتراك، انا عرفت اروح بتراك نمبر، لو عايز اروح بقى بتراك نيم، يعني تراك نمبر بضغط كنترول وشيفت وجي وبيجيب لي ديالوج بكتب فيه رقم التراك وضغط انتر بيوديني عنده. بياخدك كده بالصاروخ ويوديك عند تراك. طيب لو انا عايز بقى ايه اجيب اسم، عايز اجيب تراك باسم اليسا، انا مش عنده تراك اليسا ده بعيد عني اللي هو تراك الاول وانا في تراك رقم 21 واليسا في تراك رقم 1 اضغط حرف ايه envelope tool on left click وانت طيب ما بيعملش حاجه بيعمل حاجه تانيه 20. طب عايز اروح لاليسا انا ما اعرفش رقم كام بس اعرف ان اسمه اليسا، انا سميت التراك ده اليسا، اضغط كنترول والت وجي move to strip dialog. move to strip وهنا عمل حاجه حلوه بقى جاب لك التراكات كليستا مينا ادي مينا اواد اواد تراك 4 تراك 5 تراك. طب حد يقول لي طب ايه لازمتهم؟ لا لازمتهم تفرق. اضغط هنا على حرف ال V فيولين V تاني 20 vocal 21 هو قفل البتاع ده عشان بيعمل سيفنج ادي كنترول شيفت جي move to strip اهو اضغط V فيولين فيولين V تاني vocal vocal E إلسا إلسا M مينا مينا ايه اواد او عمال اتحرك على اسماء التراكات خلي بالك بسهوله واللي هضغط عليه هروح له تراك بين اواد اهو رحت العوض اضغط كاني كنترول شيفت كنترول الت جي هضغط ايه
Mina, Elsa. Elsa. Track pane. اهو رحت عنده. Two, Mina, one, Elsa. انزلت وطلعت. طب هروح للاري كنترول Alt G. Move. هروح للجيتار. Guitar. هدي انتر. Track pane. Solo equals off and quit group. Audio track. Empty track. Tab all. 15. 14. Track 15. Guitar. هدي جيتار اهو. طلعت ونزلت كده مرة لحد ما لقيته. بس يعني هو بيودي لك عنده وانت مش هتحتاج تطلع وتنزل. انا بوريك كده عشان تتاكد بس هو اكيد بيوديك عنده. ماشي يبقى كده هتروح بالنمبر كنترول شيفت جي هتروح بالليسته يجيب لك لسته فيها الاسماء كنترول شيفت جي سوري كنترول الت جي يجيب لك لسته فيها الاسماء مكتوبين هنا. Page 5 to move control plan to move the track list complete 21 shortcuts. دول 21 شورت كات يبقى احنا كده خلصنا 61 يبقى لنا حاجه بتاع 20 شورت كات. ماشي plan selection نروح للسيليكشن. السيليكشن بقى ايه تركيز كده معايا شهيق يا جماعه دفير يلا to know when start the selection. عشان تعرف السليكشن بتاعك بادئ من ايه عشان تعرف السليكشن بادئ من انهي درجه او من انهي يعني حاجه اسمع كده كنترول بلس شيفت بلس اف 7 كنترول شيفت اف 7 تعرف السليكشن بادئ منين. طب حد يقول لي طب انا ازاي اعمل سليكشن هقول لك حالا ما تستعجلش بلان تو نو وين اند ذا سليكشن عشان تعرف نهايه السليكشن كنترول بلس شيفت بلس اف 8 بلان كنترول شيفت اف 8 ادي كده اختصارين خدتهم يعني كنترول شيفت واف 7 واف 8 يقول لي السليكشن بادئ منين اف 7 واف 8 يقول لي بينتهي فين. ماشي كنترول شيفت اف 5 قبل كده خدنا ان هو بيقول لي انا واقف فين واف 6 بيقول لي انا واقف فين بس بالثواني. طب اروح كده اجرب الاختصارين دول ادي كنترول شيفت اف 6 equals measure 9 now equals 20 seconds from measure 9 from measure 9 through measure 9 through measure 9 قال انا بادئ من مزوره 1 لمزوره 9 عادي من اول مزوره 9 لمزوره 9 يعني ببلدي ما فيش سيليكشن. هرجع كده تاني important page input to start selection. طيب عشان ابدا التضليل اف 9 اف 9 plan to end selection to end selection عشان انهي التضليل f10 plan f10 يعني f9 و f10 دي يا شباب ويا شابات دي الجيم ودال في الجولد ويف ده جيم ودال في الجولد ويف f9 بيبدا و f10 بينهي التضليل مكان مبدا احبه ومكان منهي عايز احبه بالظبط كاني في الجولد ويف جيم ودال هي هنا ايه f10 و f9 او f9 و f10 ماشي وبعرف انا يعني بدات فين وبنهيت فين كنت شفت f7 و f8 وكنت شفت f8. طيب تعالى كده نبدا نعمل تجربه 16 15 نروح هنا على التراك الاول 9 8 3 2 1 Elsa هنا في اول البروجكت هدوس على اف 9 فين اف 9 يا شباب from measure 1 قال لي from measure 1 قال يعني انت بادئ من مزوره رقم 1. طب هنزل كده بالكنترول والبيتش داون بار 2 بار 2 بار 8 بار 8 بار 14 نزلت كده مره بالكنترول والبيتش داون وهضغط اف 10 through measure 14 قال لي through measure 14 يعني قال لي بادئ من مزوره 1 لمزوره 14. طب اضغط معايا كده كنترول شيفت اف 7 from measure 1 from measure 1 through measure 14 through measure 14 وبيكمل معايا كام بيت وكام تكس ماشي كده. وممكن اسمع يعني ممكن اسمع واظلل مش لازم اظلل بدون ما اسمع يعني ممكن اسمع سواء بسمع بدوس اف 9 اف 10 او مش بسمع ايا كان يعني بيعلم لك برده زي ما انت عايز ماشي. طيب نكمل page 5 to start selection from start of project. لو عايز تروح للسليكشن لاول بروجكت خالص ايا كان انت واقف فين كنترول اف 9 كنترول بلس اف 9 يعني اعمل تضليل من مزوره رقم 5 ودوست كنترول اف 9 هيبدا لك من البروجكت خالص التضليل هيخليه من اول البروجكت بلان تو اند ذا سليكشن تو اند اوف بروجكت عشان تودي السليكشن لاخر البروجكت كنترول بلس اف 10 كنترول اف 10 بلان تو سيلكت اول عشان تسلك كله تعمل سيلكت اول. وبالمناسبه لو حد قال لي انا سجلت كده تراك وعايز اسيبهم اسيبهم ازاي بتعمل حاجه اسمها اكسبورت اوديو ولكن لازم تعمل سيلكت اول عشان تعلم على التراكات كلها دي حاجه مهمه جدا يا شباب بتدوس على كنترول اي وبعد كده بتعمل اكسبورت من قائمه فايل واوديو وبتعمل ميكس بتخليهم كميكس وبتسيب في المكان اللي انت عايزه هنشوفها بعدين باذن الله بس هي هنا لازم تعمل سيلكت اول بكنترول واي. طيب عشان تشيل التضليل كنترول بلس بلاك كلير سيلكشن عشان تشيل التضليل كنترول بلس شيفت بلس كنترول شيفت اي بلاك تو ستارت ناو تايم دي حاجه تبقى بلاك كده خلاص خلصنا سيلكشن بمنتهى البساطه ماشي. طيب لو انا سلكت عايز اعرف انا سلكت على ايه كنترول شيفت وكوما فاكرين يا شباب مش قلنا ان كنترول وشيفت وكوما بيقول لي سلكت على ايه زي ما قلت لك الاختيارات متداخله مع بعضها البعض لازم تحترفهم تتقنهم تستخدم الدولار سونار ايه ده ال 100 ولا 14. طب نكمل other shortcuts other shortcuts نخلطهم عشان to know how many empty tracks عشان تعرف في كام تراك فاضي دي قلناها قبل كده كنترول بلس شيفت بلس دي كنترول شيفت دي بلاك تو اوبن ريكورد مود عشان تفتح ريكورد مود اللي احنا قلنا ساوند اون ساوند او اوفر رايت اوفر رايتنج الت بلس سيمي كولن الت وسيمي كولن بلاك تو موف كرنت تراك داون ستيبس عشان تنزل التراك يعني درجه تحت باك سلاش باك سلاش بلاك تو موف كرنت تراك اب ستيبس عشان تطلع تراك فوق شيفت بلس سيمي كولن شيفت هي المفروض باك سلاش بلاك سيمي كولن دي معلش دي غلطه شباب امسحوها واكتبوا باك سلاش blank to know the tempo rate
عشان تعرف التيمبو بقى دي اخر يعني حاجة ننهي بيها. Control black to open, black to open, black to start or step recording. او عشان black to start or step recording. هنا في غلط برضو معلش نصي. Black to start or step recording. يعني عشان تبدأ التسجيل او تنهي بحرف R. R. Black to play or pause. To play or pause. Space. Space. Blank. To move the start of project. To move a start of project. W. W. Blank. كده خلصنا. Blank. By me to walk. Black. W. ماشي. To move black space. To play or pause. يعني play or pause space. Black R. و R بتعمل ريكو. Black to, black to move the start of project. وتعمل يعني تنهي البروجكت ب Black to move the start of. أو تروح لأول بروجكت وحرف W. كده خلصنا الملف ده نقفله. Microsoft. Next. So. طيب كده هنتكلم عن حاجتين وننهي محاضرتنا النهارده. هكلمك عن سكريبتات الجوس. Sonar 5. Sonar. طيب. Important shortcuts for some. Some. Show. Select monitor off. 27, 20, 46. Show desktop button. Sonar 8.5.1. Elsa. طيب هنا زي ما قلت بتتعلم على التراك بكنترول وكما وبعدين تبدا تتعلم ب F9F10. خلي بالكوا يا شباب من الموضوع ده, بتعلم على التراكات بشكل راسي وبتعلم بشكل افقي. يعني تراكات تحت بعضها بكنترول وكوما كنترول وكوما عايز تعلم على اربع تراكات من مطوره 1 لمطوره 5, يبقى تعلم على اربع تراكات الاول وبعدين تعلم من مطوره 1 لمطوره 5 بالاف 9 واف 10. هنتكلم عن الموضوع ده اثناء الايديتنج, يعني هنمارس بقى. يعني دلوقتي احنا ما عملناش تجارب كتير, انا قلت لك عليهم احفظهم, وعملنا تجارب كده بسيطه, وفي الايديتنج هنستخدمهم بقى بشكل كبير جدا. هنبدا نستخدم بقى الاختصارات دي وهنحفظها باذن الله في الايديتنج والايفكتات. طيب دلوقتي انا عايزك تفتح معايا كده او بقى قبل ما تفتح ركز معايا كده شوف بيقول لي ايه هنا. 41 Elsa solo equals off audio track has data. قال لي اربع معلومات بس هو في حاجه كمان المفروض يقولها. ثانيه واحده انا هعملها, انا قفلتها. So what speak up speak help messages dash on to read only. يبقى انا عملته track. يبقى انا عملته. انت اسمع كده هيقول لك 41 Elsa solo equals off audio track has data, press enter to toggle or press applications key for options. بليز انتر تو ايديت مش عارف ايه وتو تو ايه الدوشه دي, كل ما حركه حاجه تك هيقولها لي. 2 Mina solo equals off audio track empty track, press enter to toggle or press applications key for options. انا مش عايز كده. دي رسائل المساعده جود بيقولها لك بس بتبقى مزعجه جدا. انت طالما عرفت تستخدم الحاجه ازاي خلاص مش انا بقولها لك. عايز تخليها خليها. طب عايز تشيلها شيلها ازاي؟ هقول لك بقى. اضغط هنا انسيرت تو في. ادجست جوت انسيرت تو في بتاعت فيكتور او اللي هي لام الف يعني بالعربي, واضغط حرف اس 0 سونار اوبشن. ادي سونار اوبشن 1 يوز بريل داش اون 1 يوز بريل اون. ادي ده يقول لك البريل عايزه يبقى اون ولا اوف. لو انت معاك بريل ديسبلاي او سطر الكتروني عايزه يكون شغال معاك ولا مش شغال. لو اون هيبقى شغال, اوف مش هيبقى شغال. اللي بعده سبيك هيلب مسجز داش اون. سبيك هيلب مسجز اون او اوف. اهي سبيك هيلب. غيرهم بالمطره يا شباب, غيرهم بالمطره. مطره كده سبيك هيلب مسجز داش اون اون او سبيك هيلب مسجز داش اوف. اوف انا هخليها اوف كده وتعالى نشوف. تراك 40 تراك 40 ميدي تراك امتي تراك. بس فين بقى انتر تو بريس مش عارف ايه وكنترول مفيش. خلاص خلصت. ده انا بعمله كده على نفسي, يعني انا هشتغل بيه الفتره الجايه كده لان انا مش عايز ادعاك بصراحه من الجوس. ماشي 1 Elsa. طيب نكمل بيت القايمه. ادي انتر تو في رحله تاني. انتر تو في ادجست جوب 0 1 يوز بريل داش اون سبيك هيلب مسجز داش اوف. دي خليتها اوف زي ما قلنا بمحترمه, وبعد كده بتضغط اسكيب مش انتر او انتر يعني بس اسكيب افضل. announce strips by dash strip number and name. هنا بقى بيقول لك ايه announce strip number by name by number and name. يعني بيقول لك بينبهك اسم تراك. انت دلوقتي عندك كام معلومه؟ عندك 1 Elsa audio track has data phase colon 1 ده رقمه. اليسا اسمه بيبقى اسمه تراك 1 او احنا سميناه اليسا. 3 audio track. 4 empty track او head data. دول اربع بيانات. اول واحد الرقم, ثاني واحد الاسم, ثالث واحد الكايند, رابع واحد الداتا. احفظهم كده معايا. هنا بيقول لك ايه ادي انسيرت في تاني. Just John zero. What speak help messages announce. هنا بيقول لك announce strips by dash strip name. By strip name يقول لك الاسماء بس. طب اضغط كده سكيب انا هخليها على دي. Track. باير بمسطره برضو بتنقل بينهم بمسطره وانا واقف عليها بتنقل بمسطره المسافات. Track. طب اسمع كده. Audio track has data. اليسا اوديو تراك هات داتا. اليسا اوديو تراك. ماليش رقم كام, خلي بالك ماليش رقم كام. مينا اوديو تراك. مينا. طب مينا ده رقم كام؟ الله اعلم ما قالش. عوض اوديو عوض رقم كام ما بيقولش. خلاص انا شلته خليته يقول لي بس بالاسم. طيب لو انا عايز اعرف, لو انا اخترتها وعايز اعرف بقى بضغط انسرت وسهم فوق. انسرت وسهم فوق 3 عوض. هنا قال لي 3 عوض ماشي, لكن بالطبيعي وانا بتحرك ما بيقولش رقم دلوقتي. اليسا اوديو تراك. طيب ادي انسرت وفي تاني. ادجست 0 سونار كله جوه القايمه دي. سونار 1 سبيك هيلب مسجز داش اناونس ستريبس باي داش اناونس ستريبس باي داش ستريب نمبر 312. هنا ستريب نمبر
Announce scripts by dash script number and name. أنا بخلي number and name عادي. أنا بختارها كده مش مشكلة. دايما أنت عايز تشيل name عشان number خلاص. اللي جاي بقى ده بالdata والkind. Announce drag info dash drag kind and data. Kind and data اضغط مسطر عليه. Announce drag info dash none. None. إيه none ده تعالى كده نسمع. Port 1 Elsa. 1 إليسا. لا قال لك audio track أو midi ولا قال لك هاد data أو embedded. ما قال لكش. أنا قال لك الرقم والاسم وشكرا. 2 مينا. 2 مينا. 3 award. 3 award. ما بيقولكش ده إيه، بيقول لك audio ولا عليه data ولا معلومش ده، اضغط كده insert وسام فوق. 3 award audio track. قال لك إنها insert وسام فوق بيقول لك. طيب اضغط insert V تاني. Adjust jaws up 0. What? Announce track info dash none. None. Announce track info dash track kind. خلي track kind اتحرك كده سام فوق. 2 مينا audio track. هنا قال لي audio track، زود عليه إنه هو audio track لكن ما قاليش ده كان هاد data ولا empty. 3 award audio track. Award audio track. طيب هضغط برضو كده انترتو V. Adjust jaws zip once. Announce track info dash track kind. Track kind. Announce track info dash track data. Track data. 2 3 award empty track. قال لي award empty track لكن ماليش ده كان audio ولا media، يعني بيشيل لي حاجة من المعلومات اللي هو بيقولها بالطريقة دي. بس انا هرجع اخليه kind and data تاني، انا بحبه كده. Announce strips by dash strip number and name. Announce drag info dash drag kind and data. بتحرك بينهم بمختار سواء on او off او بغير قيم بدي. طيب اللي بعده. Automatically announce markers dash on. Automatically announce marker. فاكر لما احنا كنا بنشغل بمختار وجيه عمل marker قال لك مينا وبعد كده عوض وبعد كده كله لوحده، عايزه يقولها لك لوحده بيبدي لازم تبقى on. لو off مش هيقول لك marker، مش هيقول لك خالص ان في marker، كانه مش شايف حاجه. في marker مفيش marker، الجود بيعمل نفسه مش واخد باله. دي لو خليتها on المفروض تبقى on. لو خليتها off هيعمل Automatically announce markers dash on 6. هيعمل نفسه مش واخد باله من الماركر لو هي اوف، لو انت عايز تخليها اوف، لكن انا بخليها اون طبعا. Transport messages dash off. طب ايه transport messages دي؟ تعالى كده نخليها اون. Transport messages dash on. هي اصلا بتبقى اون. اصلا بتبقى اون، ماشي؟ وتعالى كده نخليها اوف. Transport messages dash off. اوف، ماشي؟ Automatically hide. اضغط كده escape. تعالى كده هعمل arm لتراك 2. 2 1 Elsa audio muted 2 Mina. هنا هعمل arm لتراك 2 اللي هو مينا. ماشي هضغط R. ايه ده ماليش ريكوردينج، ماليش ان هو ريكوردينج. طب ادي ار تاني. طب هضغط كده مختاره مينا ماركر، ماليش ان هو بليد. طب مختاره ماليش ستوب، خدت بالك ماليش اذا كان ستوب او لا. طب كده دبليو ادي سبيس. ما قالش بليه ولا قال بولز، شال الرسائل دي. لو انت عايزه يبقى زي سونار او جولد ويف، جولد ويف لما يضغط مختار ما بيقولكش بلاي ولا ستوب، صح؟ بتسجل ما بيقولكش ريكورد او كده، يعني هو هنا نفس القصه اهو كده بقى كده بيسجل، ما قالش كده واقف تسجيل وكده واقف دوست مختار ومختار تاني، مختار تاني ما بيقولش بلاي ولا ستوب. هي دي لو عايز توقفها هنا اول ماركر، دي بتاعت الماركر. لو عايز توقفها من الترانسبورت دي، تخليها اوف او اون. اون هيقول لك رسائل زي ريكورد زي بول زي ستوب، عملتها اوف مش هيقولها لك، بس هيتعامل معاك كده كانه مش واخد باله. تعمل مطاره ما تعملش مطاره، تعمل تسجيل ما تعملش تسجيل، خلاص انت عارف انت بتعمل ايه وهو مش هيقول لك. بس كده اعتقد ان مفيش وقت للتيمبو، ولكن هقولها كده بشكل سريع والمره الجايه نقولها بالتفصيل. كنترول شيفت تي بيقول لك التيمبو بتاعك دلوقتي قد ايه. تيمبو ايكوالز 100.00 تضغط عليها مرتين، كنترول شيفت تي مرتين بيفتح لك اديت بوكس تكتب فيه انت عايز التيمبو بتاعك قد ايه. تيم اديت 100.00 خليها هنا 200 مثلا اهو 200. سونار 44.c كنترول شيفت تي عشان تتاكد. تيمبو ايكوالز 200 كده غيره. كنترول شيفت تي فتح لك اديت بوكس، كتبت 200 وانتر او 50 وانتر او 60 لو انت عارف التيمبو بتاعك مظبوط. لو مش عارف مظبوط اضغط كنترول شيفت تي ثلاث مرات. تيم سونار 40 هيفتح لك هنا دايلوج، ده بقى هنتكلم عنه المره الجايه عشان الوقت. بس كده ممكن تتصفح دايلوج ده، والمره الجايه احنا هنتكلم عنه بالتفصيل مع المترونوم ونبدا بشغل الايديتنج يا شباب. انا اسف جدا المحاضره كانت طويله، كان فيها اختصارات، كانت حاجات دسمه ولكنها كانت في غايه الاهميه. في حاجات الدراكولات ما يعرفوهاش يا شباب، في اختصارات من دول ما حدش يعرف عنهم حاجه. بس فالمره الجايه نتكلم عن الباقي. وتحيات الحضور. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.